يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا، يا أهلا وسهلا. النهاردة عندنا ثلاث فقرات بعد الانترو. الفقرة الأولى هتكون مع حكمنا الكبير الكابتن مصطفى إسماعيل، ها يوري لنا مجموعة حالات خاصة بالأربع مباريات اللي اتلعبوا النهاردة تحكيميا. ثم نلتقي بالفقرة الثانية وهتكون مع الحصاد والظواهر واستعراض لكل الأهداف. ضيوفنا في هذه الفقرة هم الكباتن يوسف حمدي لاعب الاتحاد والزمالك السابق، وأيضا عبد اللطيف الدماني لاعب غزل المحلة وأيضا الزمالك السابق، وكليهما طبعا لعب في منتخب مصر. ثم نختتم في الفقرة الثالثة مع نفس الضيوف، وطبعا ختام يوم الخميس دوما مسابقة ثقافية سياحية رياضية الجميلة بمشيئة الرحمن. في البداية وكالعادة باقة من آخر الأخبار والمستجدات، بنبدأها بسؤال حضراتكم على صفحتكم On Time Sports. السؤال بيقول: توقع نتيجة مباراة الإسماعيلي والزمالك والأهلي والمقاولون ضمن مباريات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري العام. دول ماتشين هيتلعبوا بكرة ضمن مجموعة من المباريات، وطبعا يعني المباراتين في منتهى القوة. الزمالك هيبقى الساعة 5:30 إن شاء الله، والأهلي في 8:00 مساء. طيب النهاردة اتلعبت أربع مباريات في الأسبوع الرابع من الدوري العام. جاءت نتائج المباريات الأربعة كالتالي: فاركو وأول 3 نقاط والفوز على مصر المقاصة 2-0، إسترن كامباني ويلقى هديمة ثقيلة أمام فيوتشر 1-4، سيراميكا بصعوبة بالغة يفوز على البنك الأهلي 1-0، ثم بهدف أكثر من رائع للاعب خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري يفوز الاتحاد على الجونة 1-0. نستعرض مع بعض أهداف اليوم. نبدأ بمباراة فاركو ومصر للمقص. ضربة ركنية من ناحية الشمال حلوة قوي من عمرو جمال، متابعة أحلى من عبد الله بكري في الدقيقة 4، الهدف الأول لنادي فاركو. ثم في الدقيقة 80 والمتألق عمرو جمال بعد تمريرة سحرية يقابلها ببطن رجله في البعيدة 2-2 لا شيء مصر للمقص. مباراة إسترن كامباني وفيوتشر، يفتتح عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5 ويستعيد ذكريات الأهداف الرائعة مع النادي المصري لما كان بيلعب في المصري، ويتقدم فيوتشر 1-0. ثم في الدقيقة 16 وبعد سيطرة كاملة وهيمنة مطلقة لفيوتشر على إسترن كامباني والعرضية وغنام على طول على يمين الحارس في الدقيقة 16 2-0. مروان محسن اللي توقعنا له تألق إذا شارك، وبالفعل بيشارك وبيتألق سواء في إحراز الأهداف أو في تحركاته، يقابلها على طول ببطن رجله في الدقيقة 22 3-0. دول كلهم الشوط الأول. الشوط الثاني إسترن كان متماسك إلى حد كبير، والدقيقة 80 ولما باليمين والتانية بالشمال محمد حسن تبقى 3-1، ولكن نجم المباراة أحمد رفعت أراد أن يضع بصمة في هذه المباراة كهدف، وانفراد رائع جدا وبشماله يعدي ويقفلها وترجع مرة تانية والعرضية، وأحمد رفعت جميلة 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 في الدقيقة 94، لكن ناصر مهل اللي كان منطلق الأول بالكورة. سيراميكا والبنك الأهلي، محمد إبراهيم اللاعب الكبير في الدقيقة 37 استغل خطأ كبير لمدافع البنك الأهلي وحطوا الكرة بشكل أكثر من رائع، طبعا آدي الخطأ الكبير صلح حاله، حطها حلوة قوي ببطن رجله 1 سيراميكا لا شيء البنك الأهلي. هدف من أجمل الأهداف هنشوفه دلوقتي لخالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري، مقصية كده رائعة باكورد زي ما بنسميها
في كرة القدم بعد رفعة من اليمين، ويا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب في الدقيقة 65 لينهي بيها اللقاء. خالد غندور ده نفسه لو هو يتذكر او احنا نفكره 2017 2018 حط هدف شبيه بهذا الهدف في مرمى نادي امبي. شوفوا مع بعض ونتذكر هذا الهدف الجميل، وبرده مقصية جميلة جدا 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 بعد ما ارتدت حطها في البعيدة. روعة 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 يا خالد، روعة. لكن 2017 و2021 كوم، وحسام حسن بقى مديره الفني كوم تاني. حسام حسن حط واحدة زي دي في البطولة العربية، وهدف أكثر من رائع في مرمى المملكة العربية السعودية في البطولة العربية اللي كانت مقامة في سوريا عام 92. وبالهدف ده انتهى اللقاء 3-2 السعودية. يبقى ما أشبه الليلة بالبارحة، و ذا ستودنت اوت ران هيد ماستر زي ما بيقولوا كده، يعني جماعة الخواجات. طبعا دي معناها انه يعني التلميذ فاق استاذه، لكن صعب قوي ان خالد غندور يفوق حسام حسن، لانه حسام حسن في حتة تانية وسيبقى في حتة تانية دوما، لانه كان هداف من طراز مختلف تماما عن كل الهدافين اللي مروا على مصر كلها. طيب طبعا يعني فيما يتعلق بمباراة الجونة، وقبل الهدف ده نور السيد لاعب الجونة أضاع ضرب الجزاء للجونة، كان ممكن جدا صدها عبد المنصف بكفاءة، كان ممكن جدا تغير من شكل المباراة. طيب ده فيما يتعلق بمباريات اليوم. نقول لكم الجدول كده بسرعة قبل ما نستعرض مباريات الغد، وكالعادة بتاعتنا نقول لكم أطراف اللي هيلعبوا بكرة عملوا ايه مع بعض السنة اللي فاتت ذهابا وعودة. نشوف الأول جدول ترتيب الدوري العام بعد مباريات اليوم. يلا، النادي الأهلي في المقدمة 9 نقاط، بيراميدز 9 نقاط، دول لعبوا طبعا 3 ماتشات. سيراميكا في المركز الثالث 8 نقاط من 4 مباريات. طبعا غزل المحلة عنده 7 نقاط من 3 مباريات، يعني غزل المحلة لو فاز يروح ل10 نقاط. تخيلوا بقى، ما شاء الله ما شاء الله يعني. طيب فيوتشر طبعا عنده 7 نقاط بعد فوز النهارده في المركز الخامس. اتحاد سكندري السادس برصيد 7 نقاط. الزمالك السابع 6 نقاط من 3 مباريات. البنك الاهلي الثامن 6 نقاط من 4 مباريات. سموحة التاسع 5 نقاط من 3 مباريات. مولي العرب 11 4 نقاط من 3 مباريات. مصر المقاصة 11 عنده 4 نقاط من 4 مباريات بعد هزيمة النهاردة. الجونة ال 12 أيضا 4 نقاط من 4 مباريات. المصري ال 13 عنده 3 نقاط من 3 مباريات، وعنده ماتش في منتهى الأهمية بكرة أمام بيراميدز الساعة 3 الظهر. في المركز ال 14 فاركو 3 نقاط من 4 مباريات بعد مكسب النهاردة طبعا. ام بي في المركز ال 15 3 نقاط من 3 مباريات. طلائع الجيش مركز ال 16 عنده نقطة واحدة من 3 مباريات، لكن عنده ماتش مهم قوي بكرة مع غزل المحل. الإسماعيلي في المركز قبل الأخير بدون نقاط من 3 مباريات، وعنده موقعة الزمالك طبعا. ثم إسترن كامباني في المركز الأخير برصيد دون نقاط من 4 مباريات. طيب نروح بقى مباريات الغد. عندنا بكرة أيضا مجموعة من المباريات، يوم رياضي بكرة الجمعة، يوم رياضي متعة. يعني برافو رابطة أندية المحترفين حطلنا كده ماتشات الجمعة، يعني تعود بالذاكرة لزمان. كان يوم الجمعة ده يوم رياضي جميل، وتلاتة العصر كده كنا نروح نصلي، وبعدين نطلع نجيب السمك المشوي الحلو، شوية الرز الأبيض الجميل أو رز سمك زي ما أنت عايز والله، ونروح على البيت مع الأصدقاء نقعد نفرش السمك والرز والسلطة الخضراء،
ونتفرج على الماتشات، هذا هو الأمر. تعود الأيام الخوالي مرة تانية. طيب ماتشات بكرة بمشيئة الرحمن، ساعة 3 عندنا ماتشين، المصري أمام بيراميدز وطلائع الجيش أمام غزل المحلة، والماتشين في منتهى القوة. ساعة 5 عندنا ماتشين، الإسماعيلي أمام الزمالك وإم بي أمام سموح، ثم يختتم اليوم الرياضي الجميل الساعة 8 الأهلي والمقاولون العرب. تعالوا بقى نفكركم الموسم اللي فات الفرق دي عملت ايه مع بعض. المصري وبيراميدز في الدور الاول فاز بيراميدز 2-1، تقدم عمر جابر في الدقيقة 61 لبيراميدز، ولكن من ضرب الجزاء عمر كمال عبد الواحد 1-1، إلا أنه الفلسطيني الرائع محمود وادي في الدقيقة 83 يحرز الهدف الثاني لبيراميدز عشان ينتهي اللقاء في الدور الأول بفوز بيراميدز على المصري 2-1. ده في الدور الأول. الدور الثاني اتعكست الحكاية واستطاع المصري أن يفوز على بيراميدز 1-0 بهدف إسلام عطية في الدقيقة 39. إذن محدش أحسن من حد الموسم اللي فات. هنشوف بكرة هيعملوا إيه مع بعض. بعد كده عندنا غزل المحلة وطلائع الجيش الدور الأول، فاز غزل المحلة على الطلائع 2-1، تقدم أحمد الشيخ في الدقيقة 9 لغزل المحلة، لعيب رائع جدا الحقيقة هذا اللاعب، ثم عمرو جمال في الوقت بدل الضايع من الشوط الأول برأسية روعة الروعة، إلا أنه غزل المحلة عن طريق محمد ثاني في الدقيقة 92 يضيف الهدف الثاني ليفوز المحلة 2-1 في الدور الأول. الدور الثاني اتعكست الحكاية، طلائع الجيش في الدقيقة 33 مهند لاشين، لكن في الدقيقة 38 هشام نبوي 1-1. يتفوق عمرو جمال في الشوط الثاني لطلائع الجيش ورأسية كعادته عمرو جمال في الوقت بدل الضيع من الشوط الأول، ويضيف في الدقيقة 74 هدف الأخير عشان ينتهي اللقاء طلائع الجيش 3 غزل محلة 1، يعني الاثنين السنة اللي فاتت زي بعض سموحة وإمبي. الدور الأول دينو بيتر لاعب إمبي تقدم في الدقيقة 50، وهنتابع مع بعض حالا اللقاء، لكن زي ما حضراتكم شفتوا الماتشين الأولانيين المسألة ماشية، بيراميدز يفوز على المصري، المصري يفوز على بيراميدز. نروح لطلائع الجيش، طلائع الجيش بداية يفوز في مباراته الأولى على غزل المحل، أو العكس غزل المحلة يفوز في الدور الأول، ولكن طلائع الجيش يفوز في الدور الثاني. يبقى احنا لغاية دلوقتي بنتكلم في انه ما حصلش حد فيهم تفوق على حد في الموسم الماضي. يتبقى لنا مباراتين، طبعا عندنا طبعا سموحة مع إمبي ثلاث مباريات، وأيضا الزمالك والإسماعيلي والأهلي والمقاولون العرب. يلا اعرض يا سيدي، يلا يلا ادي قدامنا اهو، دي مباراة سموحة وإمبي، سموحة وإمبي، ده الدور الثاني 0-0، الأولاني خلص 1-1، يعني برضو زي بعض هما هما. يبقى لغاية دلوقتي ماتشات بكرة السنة اللي فاتت الفرقتين زي بعض. دي هجمة هنا برضو من ناحية الشمال وتسديدة، ويعني باقت كل الفرص، طبعا كان ساعتها مصطفى فتحي بيلعب مع سموح. الزمالك والإسماعيلي الدور الأول، تقدم الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة 50، ولكن شكري نجيب في الدقيقة 63 يحرز هدف روعة 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 1-1. فرجاني ساسي
في الدقيقة 88 يحسم الموقعة لصالح نادي الزمالك، لينتهي اللقاء السنة اللي فاتت في الدور الأول 2-1 الإسماعيلي. حلو قوي قوي من فرجاني الحقيقة. الدور الثاني نفس الوضع، الزمالك تفوق أيضا على الإسماعيلي. الدقيقة 57 كرة جميلة قوي 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 لإمام عاشور المدفعجي في هذا التوقيت، خدعت الحارس والهدف الأول لنادي الزمالك. ثم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 59 بمهارته المعهودة والعرضية من ناحية اليمين وارتقاء، مفيش أجمل من كده. يبقى كده السنة اللي فاتت الزمالك متفوق على الإسماعيلي ذهابا وعودة. الأهلي الدور الأول 3-2 للأهلي، تقدم أيمن أشرف، أنا آسف أيمن أشرف في مرماه بالخطأ، تقدم للمقاولين العرب في الدقيقة 38، واحد المقاولين لا شيء الأهلي. ثم المفاجأة الكبرى سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44 وانطلاقة روعة 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 روعة، اثنين المقاولين لا شيء الأهلي. لكن يبقى الأهلي هو الأهلي، ينتفض كالعادة. وفي الدقيقة 60 طاهر محمد طاهر، يا ولد يا لعيب ببطن رجله في البعيدة، حلوة قوي 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 قوي، تبقى كده 2-1. ثم يأتي الشريف العفيف المخيف في الدقيقة 70، محمد شريف، بقت 2-2. والفنان مجدي قفشة في الدقيقة 80 يحرز هدف الفوز 3 الأهلي 2 المقاولين في الدور الأول. في الدور الثاني الأهلي أيضا يفوز 2-0. في الدقيقة 77 صلاح محسن المنقذ في كثير من الأحوال الحقيقة، يتقدم الأهلي 1-0. ثم محمد شريف يأبى إلا أن يخرج محرزا هدفا، وفي الدقيقة 94 يضيف محمد شريف هدف روعة 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 للنادي الأهلي اللي قدام حضراتكم بانطلاقة مدوية ودخول للمنطقة وبشماله، مفيش أجمل من كده. ينتهي اللقاء 2 الأهلي لا شيء المقاولون العرب. تمام، يبقى كده اتكلمنا عن الدوري العام النهاردة وبكرة، ولكن ان شاء الله طبعا في الجزء الثاني من هذه الحلقة عندنا بقى بيرو وحالات وحاجات جميلة جدا لماتشات النهاردة اللي اتلعبت. طيب النهاردة كيروش عمل لنا تويتة كعادته، كتب في التويتة جملة انا الحقيقة مش موافق عليها. واحد يقول هو انت كل يوم بقى هتقطع؟ لا مش هقطع، بس انا هقول لكم الجمله اللي كتبها ويمكن تشوفوها على الشاشه كمان اهي. بيقول لك ايه الاخ كروش؟ قال لك لنجعل المستحيل ممكنا. قال لك انت ليه بتوصل للعيبه ان اللي جاي مستحيل؟ ده اعتراضي. يعني انت حضرتك ليه عايز تفهمنا وتوصل للعيبه ان اللي جاي مستحيل؟ لنجعل المستحيل ممكنا، دي معناها ان انت الطبيعي ان انت تتغلب، بس انت المستحيل ده ان انت هتكسب ممكن. ما ينفعش. وحاطط طبعا اسماء المنتخبات اللي هي التصنيف الاول والتصنيف الثاني والكلام ده كله، ما يهمناش في الموضوع، لكن انا يهمني الجمله لنجعل المستحيل ممكن. انا بتصور ان كروش عبر تدريبه لمجموعة منتخبات بنجاح بصراحة، يعني كان دايما بيكتب تويتات كده في توقيتات وحاططها في الأجندة شايلها، كل ما يروح منتخب يقوم مطلع في الوقت المناسب الحتة اللي هو عايزها يحطها لأنها غير مناسبة. يعني هل حضراتكم توافقوا إن مدير المنتخب، مدير فني منتخب الوطني الأول، يقول لنجعل المستحيل ممكنا؟ أنت كده بتوصل للعيبة إن المأمورية اللي جاية دي مستحيلة، أنت خلاص بتصدر لهم ده. موضوع بقى ان انت تقول ممكنا، لا يعني ما ينفعش. ده احنا كنا في كاس العالم في روسيا 2018 يا كروش، ما ينفعش تقول لنجعل المستحيل ممكنا، ما ينفعش والله. عايز تكتب تويتة تقول وعلينا الان ان نستعد
لنذهب إلى كأس العالم. جميل، جملة حلوة، ماشي. جملة تانية أنا بقول من دماغي أي حاجة، نحن الأقوياء وسنذهب إلى الدوحة، ماشي. أنا بألف لك أهو على الهوا، بألف لك على الهوا، لكن علشان أنت تقول لنجعل المستحيل ممكنا، ده أنت بتصدر للعيبة الخوف من قبل ما يروحوا ولا يلعبوا. ده وجهة نظري، وأرجو المترجم بتاعه اللي بيسمعني يقول له الكلام ده، يعني يقول له الكلام ده، أو المساعدين بتوعه. المساعدين مش هيقدروا يقولوا له، أنا عارف، لكن المترجم يقول له ده، يعني ما فيهاش أي حاجة. طيب هذا هو الأمر. طبعا ناس كتير اتكلموا على ان القرعة في ديسمبر، ناس كتير اتكلموا على ان القرعة الخاصة بالمباراتين اللي هيودونا بإذن الله كأس العالم في ديسمبر. فأنا اليوم أقطع، أنا قلت الكلام ده امبارح، بس أجزموا اليوم بخبر خاص بينا أن القرعة ليست في نهاية ديسمبر، ولكنها ستكون على هامش كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بمشيئة الرحمن، في إن شاء الله بإذن الله هتبقى يعني على الهامش غالبا الأسبوع الأخير من شهر يناير، غالبا الأسبوع الأخير من شهر يناير. قولا واحدا هكون البطولة شغالة، قولا واحدا، علشان محدش يعني يقول أي كلام. طيب أدي واحدة. التانية، بكرة الأربع مظبوط هيصل رئيس الاتحاد الإفريقي الأسبوع الجاي، وصل النهاردة، أنا آسف متسيبي وصل النهاردة القاهرة، متسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي وصل النهاردة القاهرة، علشان في جمعية عمومية للاتحاد الإفريقي الأسبوع القادم يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله اللي جاي، هيوصل إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي عشان يشارك في اجتماعات الكاف، وهيروح يزور مشروع الهدف ويتفقده. وبمناسبة مشروع الهدف، عشان ندي الحق لأصحابه، أنا أحب دايما كده، هذا المشروع اللي عمله هو اللواء حرب الدهشوري. وأقول حاجة كده، ما بحبش أتكلم عن نفسي، بس هذا تاريخ يعني. دي كانت أرض فاضية، وبعدين كان الاتحاد الدولي عامل حاجة اسمها مشروع الهدف، اللي عنده أرض من الاتحادات الإفريقية يقدم طلب، والاتحاد الدولي يمول هذا المشروع ويبني له مركز للمنتخبات بتاعته. حواري مع اللواء حرب وقتها، الراجل بعت للاتحاد الدولي وبعت أوراق الأرض اللي ملكنا، وكانت أرض فاضية اللي في أكتوبر هنا. الاتحاد الدولي كان مدير مكتب الاتحاد الدولي في القاهرة هو الكابتن الكبير طه إسماعيل. لو حرب فوضني إن أنا أقابل الكابتن طه وأتابع معاه هذا الأمر. قعدت مع الكابتن طه وجبنا استشاري كبير، عمل رسومات اتبعتت للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي وافق على الرسومات، بدأ يبعت دفعات بفضل الله العبد لله بتكليف من اللواء حرب. كنت يوميا في هذه الأرض الفضاء، أنا بقول تاريخ والله ما بتكلم عن نفسي أقسم بالله، بس بقول تاريخ، في هذه الأرض الفضاء كنت بروح مع الاستشاري والراجل ينفذ ويعمل، وكل يوم والتاني اللواء حرب يبعتني والحكاية والرواية، إلى أن قام هذا الصرح الكبير وجه بلاتر افتتحه. ده بس للتاريخ، وإحقاقا للحق اللواء يوسف الدهشوري حرب هو الذي كان له الدور الأول بعد المولى سبحانه وتعالى طبعا وفضله في إنشاء هذا الصرح الكبير. طيب دي الحاجة التانية اللي أنا كنت عايز أقولها بالنسبة للمنتخبات. خليني برضو أقول اتحاد الكرة بيبحث مع كيروش استعدادات المنتخب لبطولة كأس العرب، وبكرة إن شاء الله كيروش هيضع قائمة كأس العرب بعد ما وافق الاتحاد العربي على ان احنا نغير في القائمة الأولية اللي احنا بعتناها. فبكرة ان شاء الله القائمة الجديدة وفق مشاهدات كيروش دون تأليف ان شاء الله ستعلن بإذن الله. وطبعا دي قائمة محلية، مفيش لا صلاح ولا النني ولا ولا بقى ولا الكلام ده كله خالص، دي قائمة محلية، لان هذه البطولة هي بطولة ودية كأس العرب،
معمولة في الدوحة لتجربة الملاعب بتاعت الدوحة اللي هتستضيف كأس العالم. طبعا احنا في المجموعة بتاعتنا الجزائر والسودان ولبنان. واحد يقول لي طب والله فرصة نقيس منتخب الجزائر، اقول له مش ولا واحد في المنتخب الجزائري هيكون موجود، لانه 23 لاعب تقريبا قائمة المنتخب الجزائري كلهم تقريبا من المحترفين. فاللي حضرتك هتقابله بمشيئة الرحمن في الدوحة بالنسبة للجزائر لا علاقة لهم إطلاقا باللي انت هتشوفهم إذا كان يعني القرعة تقع مع الجزائر لا قدر الله في الذهاب والعودة. وعلى فكرة حتى لو وقعت مع الجزائر أنا اتفرجت على الجزائر، وزي ما قلت امبارح لم تصبح أو لم يصبح المنتخب الجزائري كسالف عصره، لا مختلف تماما. ونستطيع ونستطيع ونستطيع، مش زي ما كروش بيقول لنجعل المستحيل ممكنا، لا ده مليون ممكن، لا ده هم اللي يقولوا لنجعل المستحيل ممكنا مش احنا اللي نقول كده قولا واحدا يعني. ده بالنسبة طبعا لاتحاد الكورة مع كروش. كمان عايز اقول لكم يعني بالمناسبة في منتخبات هتشارك في هذه البطولة، ويمكن ده خبر ربما يكون جديد مش عارف ولا لا، يعني المنتخب السعودي هيلعب بالمنتخب الاولمبي النهارده. هيرفي رينار اعلن ده، مدرب طبعا المنتخب الاول السعودي، قال لا مش هنلعب المنتخب الاول خالص، لا نلعب بمنتخب الاولمبي او بيسموه الشباب وات ايفر زي ما يكون المسمى يعني. قال بس اللعيبه احنا اللي بنختارها يعني، واحنا دايما في يعني رابط ما بيننا وما بين هذا المنتخب، ولكنه ايضا هو نفسه لن يقود المنتخب. يعني خلينا نقول هي بطولة حلوة وتجربة جميلة وكل حاجة، بس ما ناخدهاش مقياس، لان ما فيهاش المحترفين على الاطلاق لا عندنا ولا عند غيرنا. اتحاد الكرة النهاردة بعت لجميع اعضائه الجمعية العمومية ان هو هيعقد بمشيئة الرحمن اجتماع جمعية عمومية غير عادية لإقرار اللائحة. خطوة ممتازة، خطوة ممتازة. قدام حضراتكم الجواب اهو، يوم 28 نوفمبر بمشيئة الرحمن هو هيكون موعد عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي. وبالمناسبة هتكون في مركز المنتخبات الوطنية اللي هو مشروع الهدف اللي كنت لسه بتكلم عليها، هتتعمل هناك الحكاية دي. ده فيما يتعلق باتحاد الكورة وفيما يتعلق بالمنتخب الوطني. صلاح النهاردة بالمناسبة قبل ما نسيب أخبار المنتخب عمل تويتة جميلة قوي. قد إيه هذا الرجل راقي، راقي جدا. محمد صلاح رجل راقي، شوف الكلمة كده راقي، هتفهم من التويتة اللي هتشوفها دلوقتي إيه يعني أنا قلت راقي ليه. شوف الجمال اللي هو كاتبه، كتب ايه؟ قال لك سوف اتبرع لمزاد بقميصي الذي ارتديته يوم 24 اغسطس 21 امام مانشستر يونايتد. طبعا الماتش كلكم فاكرينه، هاتريك كان فيه والماتش خلص 5-0. وقال صلاح الجايه بقى هي الرقي كله، عائد المزاد سيتم التبرع به للاعمال الخيريه للحيوان في مصر. وقال سأعلمكم أين وكيف سيتم الأمر. أنا عارف طبعا ومتأكد أنه طبعا الكثير في السوشيال ميديا يا عم ارحمنا يا عم، هو احنا لاقين ياكل عشان يعمل أعمال خيرية للحيوان يا عم؟ ما تشوف مش عارف. أنا متأكد وأنا مغمض، ما احنا خلاص احنا يعني زي ما بتقول ايه اتعلمنا اللغة. عارفين في فيلم الكيف كده ولا مش عارف كان فيلم ايه، لما طلع محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني، في فيلم الكيف، فيلم الكيف لما قال له بهزدرها وبهدرها ومش عارف ايه وشويه دول، قال له والله ده انا اتعلمت اللغه. انا كمان اتعلمت اللغه من اصدقائي ومن اخواننا طبعا في الاعداد بيقولوا لي ايه اللي بيتكتب، والله ما بقرا انتوا عارفين يعني اقسم بالله، لكن بفرق اتعلمت اللغه برضه. فتويته زي بتاعت صلاح دي مش هتعدي ابدا، لان الراجل عامل مزاد على التيشيرت بتاعه اللي لعب بيه ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد وفاز ليفربول 5-0
ومحمد صلاح جاب 3 أهداف واحتفظ بالكورة بعد المباراة، هيبيع التيشيرت ده في مزاد للأعمال الخيرية للحيوان في مصر. الحيوان ده كائن ربنا سبحانه وتعالى خلقه ضمن مخلوقاته، والحيوان ده يحتاج مننا لمسة عطف وحنان، والحيوان ده لا بيعرف يتكلم ولا بيعرف يقول أي لما يبقى عيان، ولا بيعرف يقول عايز اكل لما يبقى جعان. ومفروض ان احنا نكون عندنا حنان تجاه الحيوان، هذا امر طبيعي جدا. ده مصر من اوائل الدول يا جماعة اللي عملت جمعيات الرفق بالحيوان والله. فما تندهشوش من هذه التويتة، هذا رجل راقي، هذا رجل راقي، لان هتتحط في مؤسسات علاجية، في جمعيات خيرية، في ناس بيعملوا حاجة اسمها شاتر. ايه الشاتر ده؟ الناس اللي بيحبوا كلاب وبيعشقوها بيعملوا مكان كبير وياخدوا كل الكلاب الضالة يعيشوها في هذا المكان ويأكلوهم ويشربوهم، لأنهم مش لاقيين يأكلوا، كلاب مش لاقية تأكل في الشوارع. هذا هو الأمر. يعني على الله أن أنا كمان ما تقطعش في الحكاية دي. جزء أخير في هذا الانترو، ولكن بعد الفاصل. طبعا مدينة الإسماعيلية كلها كله بيشجع النادي الإسماعيلي لا شك، وهناك مشجعين الإسماعيلية على فكرة من خارج الإسماعيلية. الكل بيحط مجهوده كاملا عشان يخرج النادي الإسماعيلي من النفق المظلم. صحيح احنا لسه في أسابيع 3 مفيش غيرهم، لكن 3 هزائم متتالية لهذا النادي الكبير يعني نوع من الإحباط عند اللاعبين، تصدره نتائج السلبية الكتيرة تصدر الإحباط. كمان حظه أن المباراة الرابعة هتبقى مع الكبير نادي الزمالك، علشان كده السيد المحافظ شريف فهمي، اللواء شريف فهمي وهو محافظ الإسماعيلية، اجتمع في زيارة جميلة جدا باللاعبين وكذا وكذا. نشوف هذه الزيارة. كان حرصي النهارده الحقيقه ان انا اجي اقدم التهنئه لمجلس اداره النادي الاسماعيلي. احنا سبناهم في الفتره الاولى من الانتخاب يعملوا يعني استقرار للامور داخل النادي، ثم يعني كان حرصنا النهارده ان احنا نقعد معاهم ونبارك لهم ونشد ازرهم ان شاء الله في الفتره الجايه. في الاسماعيليه هنا عملنا 3-4 حدائق داخل المدينه، منهم حديقة الشهداء وبعد كده حديقة الدراويش. احنا بنحاول قدر الامكان الحدائق صحية متنزه ومتنفس لأهل اسماعيلية والشباب الصغير عشان يقدر يلاقي مكان مناسب ليه يعني يتحرك فيه، لكن في نفس الوقت بنحرص ان هي تبقى رمز لإحدى الرموز اللي موجودة في اسماعيلية. بالتأكيد المهندس يحيى وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل والمهندس خالد نائب رئيس مجلس الإدارة، أنا متأكد ان هم هيبذلوا الكثير في الفترة القادمة علشان نقدر نصل بنادي الإسماعيلي للمكانة اللي يستحقها نادي الإسماعيلي. أنا متأكد من هذا، وإحنا ما زلنا في البدايات، إحنا بس يعني نديهم وقتهم ونديهم مساحة من الوقت يقدروا يشتغلوا ويقدروا ينظموا ويقدروا يدعموا النادي ويساعدوا النادي عشان النادي يعود لمستوى الطبيعي اللي كلنا عارفينه. ده شيء جميل ان احنا عشان الشعب يعرف والاسماعيلي يعرف ان هو لما بيحفر بطولات وكذا بتقلب في التاريخ كلها، فان شاء الله على ايدينا في المجلس ده ان شاء الله نحقق بطولات. اللي هو قال ان هو سايب اماكن لبطولات تانية عشان بيت الاماكن. لا بنوعد ان شاء الله. مش عايز اقول لك السنه دي، لان السنه دي احنا جينا متاخرين وكانت اوريدي الموسم بدا وماتشات 3 ماتشات خسرناهم كده من لا شيء، فاحنا ما كناش لينا فيها يد يعني. حتى الماتش اللي جاي ربنا يوفقنا وهننتصر، بس برضه احنا ما عندناش يد. ان شاء الله من اول يناير يحاسبونا وربنا سهل ان شاء الله. احنا قد المسؤوليه وبدعم معالي الوزير المحافظ وبدعم الناس شعب الهيئه البرلمانيه كلها، ده كله ده هيتكاتف لخدمه النادي وتحقيق موارد النادي. واحنا انا فتحت حساب تبرعات، احنا عايزين معالي الوزير اول واحد يتبرع للشعب الاسماعيلي. الحساب بتاع النادي الاسماعيلي للتبرعات، وده مش عيب، احنا ما بنقدمش حاجه، احنا عايزين محبه ما فيهاش حاجه، ما فيش الزام،
وكلها محبه، فلا هيقدر اهلا وسهلا. ما يقدرش برضه، احنا بنشيل، وبالعكس احنا فتحنا، انا دافع بنفسي التذاكر 300 تذكره انا اللي عاملهم، فمفيش مشكله. فاحنا هنشيل اللي ما يقدرش، واحنا ان شاء الله ربنا يقدرنا ان شاء الله. فكرة التبرعات لا غبار عليها على الإطلاق، وجهة نظري الشخصية لا غبار عليها على الإطلاق من المحبين القادرين. ليه لأ؟ فيش أي شيء يمنع هذا الأمر على الإطلاق. طبعا كلنا عارفين بكرة مباراة الإسماعيلي والزمالك على استاد الإسماعيلية، وبحضور جماهير إسماعيلوية وجماهير زملكاوية، واليوم يبقى يوم جميل بمشيئة الرحمن. ماذا عن تدريبات الفريق؟ مباراة صعبة جدا جدا، كل احترام لفريق الزمالك، لكن احنا شايفين فرقتنا بتتمرن بحماس بإصرار. اعتقد يعني ان شاء الله الاسماعيلي يعني شكله يطمن. يعني كان مهم قوي يكون في استقرار، اعتقد بوجود الجهاز الفني بالكامل دلوقتي الدنيا مستقرة. في امبارح تجديد لعبد الرحمن مجدي، يعني تمديد عقده وبتاعه وكده، اعتقد دي حاجة مريحة جدا جدا لعبد الرحمن نفسه وللعيبة كمان، زمايله مبسوطين جدا. الفترة الجاية هيبقى فيه برضو بعض الملفات للعيبة تانية عودها بتنتهي، لكن كلامنا الأساس إن شاء الله نعدي. عندنا 3 ماتشات، الزمالك والسيراميكا، الزمالك وبعد الزمالك عندنا المقاولين العرب بره، وبعد كده عندنا البنك الأهلي. أعتقد مباريات صعبة، بعديهم هيبقى فيه توقف. أعتقد النادي الإسماعيلي الفترة دي هيبقى الشغل مختلف شوية، بنشتغل على بعض اللعيبة اللي لازم تبقى موجودة الفترة الجاية. مهمة أوي التدعيمات، الاسماعيلي اكيد عنده لعيبه كويسه جدا جدا تقدر تعمل فرق، لكن كمان محتاج تدعيمات تساعد اللعيبه ديت. ان شاء الله كلنا ثقه، ان شاء الله بتكتف الجميع ووقوف الناس. انا شايف الناس كلها بتفكرني السنه اللي فاتت لما حسوا بالخطوره، جماهير النادي واقفه بشكل محترم مع الاداره ومع اللجنه الفنيه ومع اللعيبه والتنفيذيين كلهم برضو بوقفه محترمه. اعتقد ان هي هتبقى يعني مثمره الفتره اللي جايه، وهنلاقي ان شاء الله نادي الاسماعيلي يرجع لسابق عهده ان شاء الله. الامور برضو صعبه شويه، لكن الحمد لله دلوقتي من ساعه ما جه المدرب في استقرار فني، وفي وكان في خبر امبارح طبعا، كان في ملف التجديد لبعض اللعيبه، والحمد لله وصلنا ان احنا نجدد لعبد الرحمن مجدي، ولسه في طبعا الملف ده شغال في كذا لعيب اللي هم يستحقوا ان هم يجددوا، بنجدد. ومجلس اداره برضو في عمل طرديات كثيره للعيبه. اعتقد ان الامور لا ماشيه في النصاب الصحيح. شكرا لصديقنا شريف عادل على هذا التقرير. سريعا، قائمة النادي الأهلي للقاء المقاولون العرب غدا في 8 مساء. مازال استبعاد لكهربا وطاهر محمد طاهر. القائمة كالتالي: حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير. في الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد هاني، أيمن أشرف، بدر بنون، علي معلول. في الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج، أفشة، بيرسي تاو، وليد سليمان، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، حسين الشحات، وميكي سوني. وفي الهجوم: محمد شريف وحسام حسن. آخر حاجة عندي في الانترو، توقعات حضراتكم للقاء الأهلي ولقاء الزمالك غدا أمام المقاولون العرب طبعا، وأمام النادي الإسماعيلي. يلا. محمد نبيل: مساء الخير عليك يا كابتن مدحت، أتوقع فوز الأهلي 4-0 على المقاولون، وفوز الزمالك 3-2 على الإسماعيلي. واحدة من قربي وخوفي عليك يا رامي، اقفل رجليك. يا نهار أبيض. الصعيدي: مساء الخير عليك يا كابتن مدحت، اتوقع فوز الاهلي 4-0 برضو على المقاولون، وفوز الزمالك 3-2 على الاسماعيلي. معاك هشام جمال حماد من اسكندريه، يا جنرال اعلام في الوطن العربي. محمد نصر:
مساء الورد عليك يا جنرال اعلام في الوطن العربي. انا اتوقع فوز الاهلي على المقاولون العرب 3-0 وتعادل الزمالك مع الاسماعيلي. وحتى بقى برافو عليك وميت محسن كلها، وميت محسن كلها بتمسي عليك يا كابتن، تحياتي لميت محسن كلها. فادي محمد مساء الفل عليك يا كابتن مدحت، اتوقع فوز الاهلي 2-0 محمد شريف وقفشه وتعادل الزمالك والاسماعيلي 1-1 وعسكر صاحبي بيمسي عليك واحده برافو عليك وتحياتي ليك يا جنرال. احمد يوسف مساء الفل عليك يا كابتن مدحت، اتوقع فوز الاهلي 2-0 محمد شريف وتاو وتعادل الزمالك والاسماعيلي 1-1 واتمنى تقرا تعليقي واحده برافو عليك. عبد الرحمن عبد الها عبد الهادي ولا ايه دي مش باينه. طيب مساء الفل عليك يا شلبوكا يا غالي، اتوقع تعادل الزمالك والاسماعيلي 0-0 واتوقع فوز الاهلي على المقاولون 3-0 اهلاوي وافتخر وهلا هلا عليك يا شلبوكا. ماجد الاسماعيلي والزمالك سينتهي 4-1 لصالح نادي الزمالك وفوز الاهلي بثلاثة اهداف على المقاولين ان شاء الله. محمد ابراهيم مساء الورد عليك يا جنرال، معاك محمد ابراهيم غريب من الشرقيه، اتوقع فوز الاهلي 4-1 والزمالك 2-1 هلا 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 اهلاوي وافتخر. احمد سعد ان شاء الله الاهلي 3-1 والزمالك 2-2. اخر تويته مصطفى خميس مساء الانوار يا شلبوكا، ان شاء الله فوز الاهلي 3-0 وتعادل الزمالك 2-2 اهلاوي وافتخر واحده برافو عليك. هتسمعوها النهارده بالليل ان شاء الله. مع فقره التحكيم لمباريات اليوم الاربعه ولكن بعد الفاصل. مع الحالات التحكيميه للمباريات الأربعة اللي تلعبوا النهاردة، يسعدنا يكون معانا كابتننا الكبير الكابتن مصطفى اسماعيل. مساء الأنوار يا أبو كباب. مساء الخير يا كابتن. أمتعنا يا كابتن. الله يخليك كابتن، متشكر جدا. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيمت النهاردة أربع مباريات من مباريات الجولة الرابعة في مسابقة الدوري الممتاز. أول مباراة اللي هي فاركو والمقاصة. حكام هذه المباراة هشام الفلاح حكم، رمضان هنداوي مساعد أول، ممدوح مصطفى مساعد ثاني، صبر إبراهيم حكم ربع، محمد سلامة ميدو حكم فار، عاطف حسين حكم اي فار. هنستعرض الحالات مع حضراتكم. هو في الحالة دي أنا عايز أشير إن الحكم يعني ما استفادش من المناطق المخططة في تحديد العشر ياردات. إنه واضح طبعًا إيه عرض منطقة الجزاء معروفة 44 ياردة. فطبعًا لازم يستفيد من المناطق المخططة دي في تحديد مسافة العشر ياردات. الحالة الثانية دي يا كابتن؟ الحالة الثانية تهور من لاعب فاركو ودي طبعا تستحق انذار. هو ادى انذار؟ لا ما اداش انذار. تمام. طيب الحالة اللي بعد كده خطأ لصالح المقاصة، الخطأ ده احتسب عكسي. يعني واضح ان هو شايفين حضرتك حالة شد من لاعب فاركو للاعب المقاصة، الحكم ده وطبعا برضه واسب على الخصم وطبعا دي كل دي اخطاء بيقع فيها اللعيبه. انما طبعا للاسف احتسب عكسي هذه الحاله. نعم. بعد كده قراية على تسلل من مساعد اثنين، هو طبعا هينتظر شويه كده لحد ما تتبين نتيجه اللعبه. وبعدين هيبتدي يرفع لان طبعا برضو ماشي مع تقنيه الفار او شايفين مساعد الثاني ممدوح مصطفى رفع عليها ورايه تسلل سليم. سليمه. يعني دي بالملي بالملي. ما بقول لحضرتك دي حاله تميز الحكم لانها فعلا حضرتك بسنتيمترات يعني بالزبط. ممكن يدوب يمكن بوز القدم هو اللي ممكن ايه يكون اقرب لخط المرمى. نعم. فدي حالة تميز المساعد الثاني ممدوح مصطفى طبعا رفع عليه. بعد كده في راي على تسلل المساعد الاول رمضان هنداوي برضو تسلل سليم. بعد كده في الدقيقة 18
في ركلة ركنية على المقاصة للمقاصة الخطأ هنا فين يا كابتن؟ لا كابتن دي كان فيها خطأ أو حاجة؟ لا كابتن بس هي دي طبعا فيها تسلل دي تسلل برضه دي في الدقيقة 20 دي يا كابتن دي هيحتسبها برضه المساعد بس تبان برضه هي نتيجة اللعبة دي في الدقيقة 28 29 يا كابتن ايوه هي دي الحالة دي يعني مطالبة من لاعبي المقاصة بركلة الجزاء انما هنلاقي الكورة ما جاتش او جات في جسمه لا ده في صدره يعني لا وايده جنبه كابتن يعني ايده يعني ما عملتش امتداد لجسمه يعني جات في جسمه وبعدين ايده طبعا دي ما فيهاش اي حاله تعمد فاستمر اللعب تمام دي حالات المباراه دي ايوه كابتن اهي لسه هي معانا فدي طبعا دي. استمر اللعب وبدون اي هنا في الحاله دي حضرتك اللاعب المقاصه ده يعني اعترض تاني مره يعترض حارس المرمى ويمنعه من هو يحط الكره في اللعب يعني هيقف معاه اللي هو اللاعب رقم 24 ده وهيكرر منه هذا الفعل المفروض كان في تحذير من الحكم هنا من اول مره ما يستناش تاني مره او يستنى ان هو يحصل تشابك بين اللعيبه في الدقيقه 36 دي برضو تسلل على او برضو انتظر المساعد الثاني ممدوح مصطفى واشار على التسلل واضح طبعا برضو ايه هو مكانه مظبوط ومع اخر ثاني مدافع مساعد رائع استنى طبعا برضو ان هو ايه يتبين نتيجه اللعبه فاشار بعد كده اما دخل بقى في المنطقه الخطر اشار على التسلل تمام في الدقيقه 55 هدف للاعب عمرو جمال برضو ألغاه مساعد تاني للتسلل طبعا دي برضو لما اتعادت واستعانا بالفار في اللعبه ديت وتم الغاء الهدف بيبقى طبعا الفار بيعمل له الخط اللاين والكلام ده كله طبعا بيبقى اكثر تحديدا واكثر دقه طبعا بالظبط هنا بقى الكوع ده هنا بقى كابتن هنا بقى ده لاعب فاركو يعني واضح طبعا ان هو تعمد استخدام الكوع ده قبل ما ينزل على الارض هتلاقي الدم نازل يا كابتن من جبهته من جبهه لاعب المقاصه ايوه وهو طبعا الحاله ديت يعني هو ما احتسبش الخطا دوت لا ده اعتقد طرده يا كابتن احتسب الخطا ده وطرده لا كابتن ما هو بعد ما رجع للفار بعد ساعتها هو ما احتسبش بعد ما رجع للفار بالظبط تمام كابتن فلقى ان الخطا قوه زايده طبعا دي تستاهل طرد او تستحق عقوبه الطرد فطبعا قلت ان الاول ما حسبش وبعدين رجع للفار ايوه كده لما رجع استعان بالفار او يمكن ما طلعش حتى انذار هو ده كارت احمر على طول ودي لعبه تستحق لان طبعا اللعيب قبل ما ينزل على الارض قبل ما يقع على الارض لاعب المقاصه كان دمه يعني نازل من جبهته هنا في الدقيقه 66 ده خطا صحيح برضو احتسبه ده الهدف اللي هيكون ده الهدف اللي احنا قلنا عليه بتاع عمرو جمال ده برضو هينتظر برضو الحكم هينتظر تاكيد من الفار على اللعبه دي ده واضح جدا طبعا برضو حال التسلل برضو والمساعد الثاني برضو ممدوح مصطفى انتظر لحد برضو ايه ما تتبين نتيجه اللعبه وبعدين رفع الرايه فطبعا برضو ايه تاكيد يعني برضو حكم المباراه انتظر الفار واكد الفار انها تسلل تمام في الدقيقه 71 خطا لصالح المقاصه امام المساعد ده 56 لسه يا كابتن دي حالة تانية 56 دي فيها هل فيها عرقلة دي يا كابتن؟ ايوه كابتن طبعا واضح ان فيها عرقلة ويمكن برضو عمرو جمال يعني اعتقد ان الحكم هيحسبها ليه فمسك الكورة بإيده يمكن المساعد برضو رفع اشار على الخطأ مساعد اول وهنا ال لاحظنا ان حارس مرمى فاركو بيتعمد اضاعه الوقت او اطاله زمن استئناف اللعب فخد فيها انذار هنا بقى دي 64 في الدقيقه 54 يا كابتن هي برضه لاحظ
لاحظنا ان يعني يمكن برضو عمرو جمال كان قدام فرصه ان هو ممكن يمسك نفسه وان هو ياخد اللعبه، وانما طبعا دي احتسبت ودخل في بند التعاون. هنا نقدر نقول ان الحكم المساعد الثاني دخل برضو وتعاون وحط وقف مكان الخطأ واستنى لحد العشر ياردات. دي تحت طبعا تندرج تحت بند التعاون بين جميع افراد طاقم التحكيم. نعم، وحسبها فاول. وحسبها كابتن. تمام. دي باشاره من مساعد التاني. ايوه. هنا بيشرح له. لا يا مش مطلوب. المساعد طبعاً بيتكلم معاه يعني. بالظبط. الدقيقة 70. في الدقيقة 70 الهدف الثاني لفريق فاركو. هتتلعب الكرة الناحية الثانية. ما زال اللعب مستمر، رمي التماس على فريق المقاصة. ايوه. واضح طبعا ان اللاعب مدد رجله وهو اللي اخرج الكرة اخر من لمسها. بالظبط. تمام. دي رمي التماس. دي رمي التماس كابتن. احسبها رمي التماس طبعا لصالح فريق فاركو. نعم. دي الدقيقة 91. 91 ديت. فيها برضو انذار مستحق. احتسب برضو الحكم خطأ. وانذار مستحق. هو شده هنا كابتن. ايوه شده كابتن، بإضافة ان هو عرقله برجله، يعني لو هو وهو بيغير اتجاهه برجله اليمين خد رجل يمين للاعب فاركو، طبعا تعتبر عرقلة من الخلف. فبرضو اداله انذار. تمام. طيب هنروح بعد كده على مباراة فيوتشر. تمام يا كابتن. مباراة فيوتشر اللي هي فاز فيها 4-1. تمام يا كابتن. ناخد حالاتها. يلا يا احمد اتفضل. استرني كمباني وفيوتشر. ايوه. وكان حكام المباراة محمد الحنفي حكم دولي، احمد حسام طه دولي مساعد اول، احمد بكر مساعد ثاني، عمرو عيد حكم رابع، محمد الصباحي حكم فار، هشام متسوي حكم فار. طيب عيد لنا اللقطة. طيب. دي احمد ثاني. اتفضل يا كابتن. في الدقيقة 7 هنلاقي خطا لصالح. الدقيقة 12 يا كابتن. احنا وصلنا الدقيقة 12. مكاتفة هنا ما حسبهاش حاجة. لا ما حسبش كابتن. بس الحكم حذر، هو يمكن هو برضه ايه حذر اللعيب. مصطفى البدري لاعب فيوتشر. ان هو برضو اعترض حارس المرمى ان هو وضع الكرة، او يعني لاحظ ان هو بيحذره برضه عشان ايه ما يعترضش حارس المرمى مرة تانية، وتعرض انه ياخد انذار ملوش اي لازمة. نعم. طيب. هنا. بعد كده الدقيقة 23. ايوه. دي حالة تهور من لاعب استيرن كامباني وتستحق انذار. اعطى الحكم اداله انذار بس بعد اللجوء للفار. هو ما احتسبش الخطأ هنا كابتن. ما احتسبش الخطا، ما احتسبش ده. وما استمرش اللعب، واستمر اللعب بس لما استدعى الغاء الفار رجع اعطى انذار للاعب. وواضحه قوي يا كابتن مصطفى. واضحه جدا. يعني الحاجات دي طبعا المفروض كابتن محمد الحنفي حكم دولي وحكم كبير ومثل وقود الحكام كتير، فبرضه ايه الحاجات دي ما تعديش عليه طبعا. هنا في الدقيقه 43. 43. هو هنا بيطالبك بلمسه يد على من لاعب فيوتشر اثناء تسديد الركله الثابته. ما اتحسبتش طبعا واستمر اللعب. انا شايف ان هي دي ركله جزاء، لان هو طبعا اللعيب لو شفناها هتلاقي ان اللعبه هو معرض جسمه، هو مستني نتيجه الفار. تمام. تاكيد منه برضه على قراره. هو كابتن محمد الحنفي ما احتسبش حاجه فيها. بس انا شايف ان حكم لاعب جت في ايده. فطبعا هنا معرض جسمه واكبر من حجمه الطبيعي، فطبعا دي برضو المفروض انها تحتسب ركله. هو بظهره بس باصص لها ولا مش باصص لها؟ جسمه طبعا هو مش باصص لها يا كابتن، بس فرد ايديه. هو فرد ايديه ومدي جسمه اكتر من حجمه. زي ما بيقولوا عندكم انما دي هما يعني فيها تعديل، ان هي طالما ما فيهاش تعمد يبقى استمر اللعب. يمكن بهذا المبدا خد القرار كابتن محمد الحنفي. دقيقة 47.
في دقيقة 48 ايوه هنلاقي ان لاعب فيوتشر يمكن هالبوس تلاقيه حضرتك احتسب خطأ. نعم. انما اللاعب فيوتشر طبعا النتيجه بتاعته 3-0 هتبص ايه ابعد الكوره. فطبعا برضو لازم على الاقل تحذير ان لم يكن انذار، لان طبعا لازم نراعي نتيجه الفرقه الثانيه والضغوط النفسيه عليهم. فطبعا ما يصحش ان احنا برضو ايه نخرجهم عن شعورهم ونبعد الكوره اكتر من اللازم. دقيقه 53 دي يا كابتن. في الدقيقه 53 انذار للاعب عرفه السيد للتهور. دي طبعا واضح ان هو فيها تهور من عرفه طبعا، والدخول برضو تهور وانذار ليه. طبعا احمد تمساح بيناقش حكم المباراه في الخطا دوت، انما ده حاله خطا مستحيل طبعا، واخده من الخلف طبعا، واضح ان هو فيها عرقله. نعم. الدقيقه 57 الدقيقه 58 او 58 اتفضل. دي هنا اللعبه دي برضو فيها دقه جدا، وهنا مساعد الاول احمد حسام طه ما رفعش رايته وتم اللجوء الى الفار وتم الغاء الهدف دوت وداعي التسلل. بعد كده في الدقيقه واضح طبعا ان اللاعب فيوتشر اقرب لخط المرمى من الكره فاحتسبت تسلل. نعم. بعد كده في الدقيقه 63 ايوه برضه تهور من اللاعب عرفه السيد. المفروض ديت تستحق الانذار الثاني وطرد، فانا ما اعرفش يعني دي عدت على برضه الا حكمنا الكبير الكابتن ابو بصر، نلاحظ ان كوعه برضه في وجه لاعب فيوتشر او يمكن جه في صدره يا كابتن، يعني هو بس الثاني مسك وشه. لا كابتن هنشوفها هتبص ليه برضه ايه يعني علمت احمر في وجهه يعني ف صح صح. فدي كانت تستحق الانذار الثاني على عرفه السيد، وطبعا ويستحق الكارت الاحمر. انما طبعا استمر اللعب. في الدقيقه 93 خطا على مروان محسن لم يحتسب. ممكن نعيد اللعبه دي بعد اذنك؟ شايفين طبعا مروان محسن داخل برضه بتهور. كان لازم يحتسب الخطا دوت، انما لم يحتسب واستمر اللعب. تمام. دي حالات ماتش ستانلي كامباني وفيوتشر. الماتش اللي بعده ايه يا كابتن؟ ان شاء الله الماتش اللي بعده سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي. سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي اللي انتهى 1-0 لصالح سيراميكا كليوباترا. تمام يا كابتن. بالظبط كده. تمام يا كابتن. عندنا مجموعه حالات. يلا يا احمد. اتفضل يا كابتن. دول حكام المباراه قدامنا، كابتن عبد العزيز سيد حكم، كابتن وائل شعبان مساعد اول، كابتن صالح محمد مساعد ثاني، محمود رشدي حكم رابع، ابراهيم نور الدين حكم فار، محمد محمود لطفي حكم ايفر. ده طاقم حكام المباراه. نعم. قدام حضراتكم في كابتن يختار الكوره وكابتن يختار الملعب. طبعا حسب الطوس اللي بيتعمل، طبعا اللي بيكسب الطوس بيختار ايهم، يا الكره يا الملعب، والفريق الاخر بيختار عكس طبعا. بالظبط بالظبط. احنا مصورينهم كتير قوي يا احمد، ليه؟ ما كفايه لقطه. هو بيحضر الحالات. ده حد فيهم دولي يا كابتن؟ لا يا كابتن، هو عبد العزيز ده السيد على مشارف الدولي يعني. اللي هو حكم مباراة. هو احنا المفروض عندنا كام حكم دولي؟ سبعة يا كابتن؟ سبعة كابتن. سبعة. سبعة حكم وسبعة مساعد. سبعة حكم وسبعة مساعد. ده الحكام الدوليين. الدوليين يا كابتن. ودول بنبعتهم ده بالنسبة لكرة القدم، في بقى الشاطئية والخماسي. لا لا انا بتكلم على الكورة بتاعتنا. وده بيتبعت للاتحاد الافريقي. بيتبعت يا كابتن، بيتبعت يعني على 1/10 بكتير بيتبعت للاتحاد الافريقي. او الاتحاد الدولي، يعني الاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. للاتحاد الدولي. بتظهر نتيجه الترشيحات ديت. نعم. على 25/12 بتتبعت فعلا القوائم ديت للاتحادات القاريه. أيوه. ومنها الى الاتحادات الوطنيه. على 25/12 يعني. تمام. اتفضل يا كابتن. احنا عندنا هنا في اول دقيقه في خطا هنا يستحق انذار للتهور.
يعني شايفين برضو الدقيقة كان في الثانية يمكن زي ما حضراتكم شايفين في الثانية 25 يعني هو اللعيبة الاثنين رافعين رجليهم انما واحد بيلعب كرة والتاني داخل بعنف فكان ده يستحق انذار انما واضح انها لم تحتسب برغم ان الحكم جنب الكرة على طول واضح طبعا قدام حضراتكم ان هو برضو واحد الابيض بيلعب الكرة والاحمر طبعا واضح ان هو داخل بعنف فدي كانت خطا ويستحق انذار لم يحتسب بعد كده في الدقيقه 10 شد الجول كيبر ده برضو يعني اعتراض من اللاعب برضو الحكم هنا يعني احتسب الخطا بس بيحذر اللاعب برضو ده نعتبره تحت بند التحكيم الوقائي لانه هو ممكن اللعيب ده برضو ايه يتقرب منه الفعل ده ممكن ياخد انذار في انذار بص ليه اطرد فطبعا ده احتسب خطا وقرار سليم من حكم المباراه هنا في حاله تميز حضرتك يا ريت نعيد اللعبه دي بعد اذن حضرتك لان هو اللعيب ده جاي من نص الملعب فاللعيب الاسمر دوت هو فوتها ما لمس الكوره يعني هو برضو هو اللعيب الابيض هنلاقي حضرتك انما هو من ساعه لعب الكوره هو ما لمس انما من ساعه لعب الكوره موقفه سليم ومعدي سليم واستمر اللعب فدي حاله تميز للمساعد الاول وائل شعبان طبعا تحسب له يعني دقيقه 28 في الدقيقه 28 في لمسه يد لم تحتسب واحتسبت رمية التماس هي هنشوف كده حضرتك هي دي جت في ايد اللاعب الابيض دي اللي ما يشوفهاش يعني اللي شافها المدير الفني هيثم شعبان ويشوفها الحكم الرابع ويشوفها المساعد الاول ده على لاعب البنك الاهلي انما الحكم كابتن صعب ان هو يقدر ايه يحكم عليها فهي ما احتسبتش برضه لمسه يد انما احتسبت رمية التماس بعد كده 31 في الدقيقة 31 هنا في مطالبة بركلة جزاء برضه اللعبة دي بعد إذنك إنما في حقيقة الأمر حضرتك اللاعب الأبيض هو وطى رجله عشان يلعب كورة يعني الوضع طبيعي إن هو اللعيب سيراميكا بيشيل الكورة فرجله عالية إنما اللي وطى رجله رأسه عند قدم اللاعب هو اللاعب الأبيض ودي كان لازم تحتسب عليه ركله حر غير مباشره رغم ان هو ممكن يصاب فيها انما هي تحتسب على ركله حر على لاعب البنك الاهلي ايوه كفايه على اللاعب الابيض لان هو طبعا عرض نفسه للخطوره رغم ان هو برضه ممكن يصاب فيها زي ما قلنا بالزبط. انما طبعا هو اللي حط دماغه مع لاعب الدقيقه 49 في الدقيقه 49 تهور من لاعب سيراميكا وانذار مستحق هنشوفها برضو اللعبه دي تاني هنلاقي برضو في كوع هنا واضح طبعا ان هو اللاعب رقم 3 26 وبرضو استعمل الكوع ودي طبعا برضو حاله تهور كان لازم تستحق انذار تمام بعد كده في الدقيقه 55 دي الدقيقه 52 الدقيقه 52 دي برضو خطا انما ادى اتاحه فرصه الحكم هنا لا هو كان لازم يدي اتاحه فرصه كابتن هو ما اداش اتاحه فرصه للاسف وكان ممكن يرجع يدي الانذار في اول توقف للاعب البنك الاهلي لكن هو وقف اللعب وما اداش الفرصه لا بس هنا حضرتك كان لازم يحتسب الخطا الاولاني الخطا الاولاني هنشوف حضرتك لاعب سيراميكا محمد حسن دفع لاعب البنك في وجهه دي لعبه كانت تستحق كارت برضو اصفر على لاعب سيراميكا انما هو برضو عدت عليه ان فاحتسب الخطا دي 57 احتسب الخطا دي برضو رايه من المساعد الاول تعتبر تميز ليه ان هو اشار للخطا اللي قدامه هنا 62 دي حضرتك برضو حاله تسلل فيها تميز للمساعد الاول صالح محمد لان هو برضو اللعبه دي فيها اكتر من لعبه هو يمكن اللعيب الاقرب لخط المرمى هو اللي لعب الكوره لجوه الملعب هنشوف حضرتك واضحه جدا هنمشي
اللاعب دوت على التسلل هو رفع طبعا رايته المساعد الثاني صالح محمد. 65 في الدقيقة يعني نعتبر 65 ماشي. خطأ صحيح على لاعب سيراميكا برضو احتسبه الحكم. تقدير جيد للأخطاء طبعا كابتن عبد العزيز السيد، أو واخد رجله طبعا برجله الشمال، فواضح طبعا وضوح الشمس يعني فاحتسب الخطأ. دقيقة 70 في الدقيقة 70 في حالة شد طبعا وجذب من لاعب البنك على لاعب سيراميكا، انما هو برضو ايه كان لازم برضو يحذر محمد ابراهيم في اللعبه دي، لانه برضو ايه خد الكره ومشي بيها شويه. طبعا برضو اعتمد على النتيجه، فطبعا دي برضو ايه كان لازم برضو ايه يحذره على الاقل. هنا اداله انذار في اللعبه دي، هنا ادى انذار للاعب البنك الاهلي طبعا، لان هي برضو حاله تهور. نعم، وده انذار مستحق. بعد كده في الدقيقة 94 انذار للاعب سيراميكا، لان برضه هنشوف حضرتك اللاعب برضه ايه استخدم الكوع، وكان لازم طبعا يستنى يطمن على اللاعب. انما هو استمر اللعب. نعم تمام، هو هنكتفي بهذا القدر يا كابتن. تمام، هنخلي بقى ماتش الاتحاد المره الجايه ان شاء الله نضمه للمجموعه كابتن. باذن الله لضيق الوقت الشديد. ماشي يا كابتن، شكرا، شرفت ونورت يا كابتن مصطفى. الله يخليك كابتن، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا موصول لك. مع الحصاد والظواهر الخاصه بالمباريات الاربعه بتوع النهارده، ولكن بعد الفاصل. مع تحليل للمباريات الأربعة اللي اتلعبوا النهارده، يسعدنا يكون معانا النجوم الكبار الكابتن يوسف حمدي. مساء النور يا ابو كبات. مساء النور يا كابتن. اهلا وسهلا. اهلا، نجم طبعا الاتحاد والزمالك. يا مرحبا. مرحبا يا كابتن. اهلا وسهلا. والكابتن عبد اللطيف الدوماني. مساء النور يا ابو كبات. مساء النور يا كابتن متعب، ازي حضرتك؟ نجم المحله والزمالك. ربنا يخليك كابتن. يعني انتوا الاثنين منتمين للزمالك وبعدين محله واتحاد، وما شاء الله الفرقتين شعبيه جماهيريه. جماهيريه بالظبط كده. راح بحضرتك طبعا، وسعيد جدا بوجودي مع حضرتك طبعا. انا اسعد والله. بتشال في الكوره دلوقتي يا ابو كباتن ولا؟ انا ماسك طنطا. ماسك طنطا الفريق الاول الفني. في القسم الثاني. الثالث نزلوا بقى للاسف. يا خبر، نزلوا من الدوري الممتاز من موسمين، نزلوا درجه ثانيه وبعد كده درجه ثالثه. يا انا كبوه يعني كده. اول مره اعرف كده. يعني طنطا في القسم الثالث دلوقتي. الثالث لكن الحمد لله بنكبوه بقى وبتعدي. ولعبتوا كام ماتش دلوقتي؟ الست ماتشات الحمد لله، مكسب الست ماتشات الحمد ما شاء الله. يعني متصدر يعني. الحمد لله. مين اقوى فرقه في مجموعتك بتنافسك؟ مع احترام الفرق كلها، يمكن بحسب بقى الجدول والترتيب، في سمنود، في بلطيم، في تسوق، دول الاقرب في البونت مننا يعني. دول الاقرب يعني. ولعبت ست مباريات ب 18 نقطه، نفس الكاس. وماتشين في الكاس وكسبناهم برضو الحمد لله. في الكاس؟ كمان. كاس مصر؟ ادوار ما ادوار بقى كابتن بقى الدور التمهيدي الخامس او الرابع، بنجين من تحت شويه. انتوا جايين الكاس. بس خلاص الكاس تحدد مين اللي هيلعب في الكاس الموسم الجاي الجديد بدا. يا نهار ابيض. بنلعب الكاس الجديد ولسه الكاس القديم ما خلصش. طيب، وانت قلت لي في سموحه مش كده؟ لا، انا كنت ماسك المصري السالون ده السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كنت في الاتحاد. في الاتحاد. السنه دي كنت بدات مع المصري السالون، كانوا صاعدين الممتاز به. اوكي. من مطروح. قعدت معاهم حوالي شهر كده، وبعدين حصل ان رئيس النادي باع النادي لشركه مستثمر، واعتذرت لهم كده قبل الدوري ما يبدا بشهر. قبل الدوري ما يبدا. اي فرقه تتمناك يا ابو كبير؟ ربنا يكرمك. اي فرقه تتمناك؟ عندنا تقرير يا جماعه، نخش على الماتشات على طول. ممتاز. طيب، هنبدا يا كباتن اول مباراه بترتيب الماتشات النهارده. طبعا هي مباراه فاركو والمقاصه. ابدا معاك كابتن يوسف، يعني انت اتفرجت على الماتش؟ طبعا. فاركو والمقاصه، يعني المقاصه كانت انتفضت ولعبت ماتشات حلوه النهارده. الماتش نفسه انت رايك فيه ايه؟ صح.
هو طبعا كابتن الماتش بشكل عام كده احنا حسينا النهارده ان كان في الفنيات او الجري، معدلات الجري والنواحي البدنيه كانت طاغيه شويه عن النواحي الفنيه، ويمكن ده بسبب التوقف الفتره اللي فاتت يعني. جدا. كان مهم جدا طبعا ان كابتن مجدي عبد العاطي، التوقف ده احيانا بيفيد انديه واحيانا بيضر انديه. المقصه كان ماشي بشكل كويس زي حضرتك ما قلت قبل التوقف، يمكن ده اثر عليهم النهارده. الفتره اللي جايه كابتن يمكن احنا لاحظنا ان في النهارده حصل عمليه طرد في الشوط الثاني، ودي اظهرت فريق فاركو كابتن، ده الفرق اللي حضرتك بتتكلم عنه ان فرقه كانت ماشيه بشكل كويس اللي هي المقصه. فاركو النهارده استعاد حته الخبرات واللعيبه والاسماء الكبيره، رجحت كفته النهارده رغم النقص العددي. نعم. يمكن الكابتن مجدي الطرد على فكره كان في الشوط الاول، كان في الشوط الاولاني الدقيقه 41 الدقيقه 41 في بدايه الشوط الثاني قصدي، لعبوا فاركو بالظبط. يمكن النهارده كابتن مجدي كابتن تلاحظ ان هو لعب بثلاثه مدافعين ما عملهاش قبل كده، لعب بعبد الله بكري ومودي ورامي صبري، كان دايما بيلعب باثنين من الثلاثه. نعم. يمكن هو حب ياخد المباراه احترم المنافس قوي، وكان مهم جدا ان هو ياخد ثلاثه بونت دول، خاصه ان الفتره اللي فاتت عارف كابتن كان في كلام كتير عن تغيير الاداره للمدير الفني والكلام ده بعد ثلاث هزائم، بعد ثلاث هزائم متتاليه. فلا انت المدير الفني دايما لما بيحصل عمليه توقف كابتن وهو خسران بتبقى عمليه صعبه عليه جدا. ان هو يقدر ياخد الثلاثه بونت النهارده وتكون بدايه انطلاقه ليه ان شاء الله، ده كان شيء مهم. فريق المقصه طبعا حته الخبرات يا كابتن، انا حاسس ان هم ما فيش فرق ما بينهم وما بين الشرقيه للدخانه واسترا كومباني، ان الفرق بس ان دول شاركوا كتير قوي في الدوري الممتاز كاسم نادي، انما المقصه كاسم نادي المقصه، انما كمجموعه لعيبه كمجموعه لعيبه هي لن تختلف كثيرا عن الفرق. كابتن تامر مصطفى حاول معاهم في المباريات اللي فاتت، هو ماشي بمعدل كويس لان هو الهدف الرئيسي، عنده اربع نقط، هو الهدف الرئيسي ان هم يقعدوا السنه دي في الدوري يعني. فيمكن ده اللي رجح كفه. طيب كابتن دومان، يعني من يعني 50 دقيقه فاركو بيلعب ناقص واحد، من وجهه نظرك وانت كوتش بقى، يعني كان مفترض المقصه يعدل طريقته ازاي عشان يقدر على الاقل يتدارك ويتعادل؟ اكيد. وفي البدايه طبعا لازم نوجه الشكر لاداره فاركو ان هم ما اتسرعوش بعد ثلاث مباريات اخفاق، ان هم اتسرعوا في تغيير جهاز فني زي بعض الانديه عملت، وده شيء يدي استقرار للجهاز الفني واللعيبه. ثلاث هزائم متتاليه ورا بعض، الطبيعي كان ممكن جدا يحصل ان في تغيير للجهاز او عدم استقرار، ولكن ادوا الثقه للجهاز الفني، وده طبعا ادى بثماره في الفتره التوقف. على فكره في فعلا انديه كده يقول لك لو ثلاث هزائم ما اقدرش استحملك. ما حصل في الاستر ماكم شارع الدخان غير بعد ثلاث هزائم. بعد ثلاث هزائم. فده طبعا لازم حاجه لازم نوجه الشكر طبعا للاداره. انا شايف النهارده ده اقل مباراه للمقصه. حاسس اللعيبه كانت واثقه في اي وقت من الاوقات ان هي تتعادل او تكسب. ما كانش في رد فعل اليوم خالص تماما النهارده بعد احراز هدف فاركو. شفنا ما فيش زياده عدديه، ما فيش رغبه المكسب. النهارده وجهه نظري اقل مباراه للمقصه، نظرا مش عارف ده هدوء او ثقه زايده عن الحد، ان هم كانوا واثقين ان هم يتعادلوا في اي وقت. فاركو زي ما يوسف اشار احترموا المقصه بشكل كبير جدا. نعم. كلهم كانوا تحت الكوره، اجتهدوا طبعا، المكسب كان بعيد بقاله فتره عنهم، قتلوا لاخر لحظه. انا شايف احترام فاركو للمقصه ده سبب كبير جدا في حظ الثلاثه بونت النهارده. طيب يعني ما كانش ممكن الكابتن تامر يعدل من طريقه اداء، ولا فعلا هو عدل مع النقص العددي بتاع فاركو؟ هل ما عدلش في خطوطه وزود مهاجم، حاجه من الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي؟ اكيد هو ده الطبيعي ان هو عدل، وطبعا بيلعب ناقص شوط ودقائق طبعا من الشوط الاول. نعم. ولكن زي ما قلت لحضرتك الحاله بتاعت لعيبه فاركو النهارده كانت جيده جدا، كانت عندهم رغبه في المكسب بطريقه كبيره، كان احترام للمنافس بشكل كبير جدا، كانوا حريصين جدا جدا انهم يحققوا مكسب. نعم. فبالتالي قوه وجديه فاركو كانت اكتر من رغبه المقصه في المقصه. هو انت يمكن زي ما قلت يا كابتن يوسف انه انا اتفرجت على الماتش ده، يعني الحقيقه هو ماتش لا يرتقي الى الدوري الممتاز زي ما انت قلت، يعني كر وفر والتحامات غريبه ومفيش تناقل حقيقي للكره، يعني الدنيا كلها ما كانتش لطيفه يعني. خلينا مع مصر المقصه، طبعا هو غير جلده بالكامل نتيجه ظروفه الماليه، من خلال رؤيتك ايه المراكز اللي ممكن هو يطالب بها بقوه في يناير عشان يقدر يقعد على الاقل في الدوري؟ هو كابتن يمكن انا شفت مباراه النهارده، يعني هو في عناصر كابتن، لو حضرتك شفت زي ما حضرتك شفت المباراه النهارده، في كريم حلاوه لعيب كويس، اشرف زياد الولد الصغير اللي نزل الشوط الثاني لعيب كويس. نعم. يمكن الافريقي اللي هو سيرجيو اريك وتوني جوزيف لعيب كويس، او رقم 28 لعيب سريع. لكن تحس ان هي كلها فرديه كابتن.
انا شايف ان في مشاكل عندهم طبعا في خط الظهر، يمكن منعم بس هو اللعيب المساكن اللي جنبه برده محتاج شويه. حته الديفندرات، حته الخبرات يا كابتن، ان هي في لعيبه تمتلك خبرات الدوري الممتاز ولعبت فتره كبيره، اعتقد ان هي دي هتفرق معاها. مش لازم ان انا اجيب لعيبه من الدرجه الثانيه، لا محتاجين لعيبه من الدوري الممتاز. ده اللي احنا حسيناه مع فاركو. يمكن الكابتن دوماني قال، يمكن انت شفت الشوط الثاني يا كابتن، احسن حاجه في فاركو ان الشوط الثاني كله رغم ان هم كانوا بيلعبوا تسعه دايما بيتحركوا في 40 يارده، الخطوط كلها متقاربه، محمد صبحي مع رامي صبري مع عمرو جمال لعيبه كبيره، كل واحد عرف دوره ازاي، احنا ناقصين واحد نقدر نقف على الكوره. لا دي ناقصه فريق مصر مكسب بشكل كبير، واعتقد ان هم محتاجين تدعيمات كتير عشان يقدروا يكملوا في الدوري، لان الدوري السنه صعب جدا جدا. يعني اخيرا فاركو، يعني من وجهه نظرك وانت بتتفرج على هذه المباراه، هو اول ثلاث نقط من اربع مباريات، هل انت شايف الاداء اللي انت شفته النهارده بصرف النظر ان هو كسب ب 10 لاعبين يعني قادر على المواصله ولا ايضا يحتاج ايه؟ لا انا بالنسبه لي ما لهمش حجه. يعني فرقه يعني جايبه لعيبه مميزه جدا، ولاعيبه عندها قدرات وامكانيات، لعيبه حضرتك عارف الاستقرار الفني والمادي والبشري في فريق فاركو، اعتقد ان اللعيبه مقصره في حق نفسها وحق النادي بتاعها. لان ما زي ما قلت لحضرتك، لعيبه من انقى اللعيبه واختيار جيد جدا في معظم اللعيبه. لكن حضرتك شايف النهارده يمكن الحرص على الثلاثه بونت ادى اللي ما فيش فنيات كتير جدا. ممكن ما شفناش جمله، ما شفناش حاجه تكتيك، لكن اكيد طبعا كابتن مجدي عبد العاطي محفظ اللعيبه وبقى لهم فتره مع بعض. ولكن يا كابتن في بعض الفرق لما بجيب لعيبه كتير، هم جايبين حضرتك فوق ال 20 لعيب جديد، ممكن التجانس والتوفيق بيتاخر شويه. يعني صحيح. وارد جدا التجانس والتوفيق يتاخر. عكس فيوتشر مثلا، التجانس جالهم والتوفيق جالهم في البدايات. فرقه زي فاركو اعتقد يعني لا يمكن ده، بس الكواليتي بتاع فيوتشر اعلى شويه اكيد. انا دي حقيقه يا كابتن. فانا بقول لحضرتك يعني كان ليا برضه تحفظ على عمرو جمال. يعني عمرو يعني لعيب مميز قوي يا كابتن، ومهاجم من طراز فريد، ولاعيب في الصندوق اعتقد يمكن من افضل لعيبه مميزه في الصندوق. لكن بقى له فتره حتى وهو في طلائع الجيش بدا اسلوب لعبه اتغير، بيتطرف كتير، بينزل كتير، بدا يضغط، بدا يبقى في عصبي شويه، مع ان هو احرز هدف النهارده، بدا يتجه لصناعه الاهداف وده مش دوره. اعتقد عمرو من المهاجمين اللي ركزوا في الصندوق يا كابتن هيبقى له شان كبير. لا يبقى افضل. طيب عندي حاله بيرو واحده لهذه المباراه نشوفها كابتن يوسف وبرده تحللها لنا، هيبقى على الشاشه اللي ورايا اهي. دي هجمه لفاركو من ناحيه الشمال، ده الهدف الثاني. شوف يعني المواقف واللعيبه ورصتها على ارضيه الملعب، ده موقف مناسب، انت شايف التوزيع مناسبه كده؟ لا طبعا يا كابتن. يعني هو كده المفروض اللاعب رقم 21 الديفندر ده يكون مكمل مع عمرو. طبعا هنا كابتن كمان موقف 2 على 2 اتعاملوا بمهاره كويسه، الزياده العدديه، في زياده عدديه ومع ذلك قدر اللاعب فاركو ده تقريبا جوما تقريبا هو اللي استخلص الكره وروق وحطها بره ال 18. طبعا المكان ده ما ينفعش يكون في لاعب كده. يعني عمرو جمال لوحده خالص. ما ينفعش طبعا. هو اقرب لعيب ليه كان ال 21 مش الباك ليفت. يعني لو نشوفها تاني يا كابتن، هتجد ان مجموعه لعيبه مصر مقص ساقطين كلهم عند المرمى. يعني وعمرو اخر نفسه، بص اخر نفسه ازاي يا عمرو؟ بعد ما تكمل الكوره الكل هيروح هو منعم المساك تصرف هنا صح يا كابتن، لان هو لازم يروح يقابل. وهو كان ماسك عمرو جمال. فطبعا هو لما راح يقابل الباك ليفت اللاعب رقم 21 المفروض يرجع، ما رجعش. ويقدر عمرو يحطها الهدف التاني. وعمرو بالخبره وقف. ويمكن يا كابتن دي النقطه دي اظهرت ان فاركو لما لعب على المرتده الشوط الثاني قدر يجيب. في الشوط الاولاني حتى واحنا بنتفرج على الحالات التحكيميه، حصل كور كتيره قوي. انت تامر مصطفى كابتن تامر بيلعب على المرتده، حصل مواقف كتيره قوي. تلاقي اللاعب رقم 28 اللي هو جوزيف بيتحرك وبيراوغ ووصل لغايه محمد صبحي في كورتين بالزبط. ومش لاقي عدد بره، فما ينفعش يلعب على الهجمه المرتده ويكون عندي لعيب سريع وما يكونش في ناس بتكمل معاه. تمام، نروح للقاء مع الكابتن مجدي عبد العاطي. احنا تعبنا من اول الدوري جدا وبنأدي بشكل كويس، لكن ما كانش فيه توفيق. انا يعني كنت بجتهد واللعيبه بتجتهد وكل واحد بيعمل شغله عشان التوفيق يجي. كنا محتاجين نبذل مجهود اكتر من اللي احنا بنبذله في المباريات اللي فاتت،
توفيق ما كانش معانا. كل المباريات اللي احنا لعبناها ما نستحقش الخساره الحقيقه، لكن كنت بتكلم اللعيبه ان احنا ان شاء الله باذن الله مع اي مكسب بس الموضوع ان شاء الله هيبقى اسهل وهنقدر ندخل في المباريات بشكل افضل. النهارده اللي اتصعب علينا موقف كمان ان احنا خسرانين 3 مباريات ويطرد مني لعيب بعد ما جبت جول العب ناقص من الدقيقه حاجه و30 ولا حاجه و40، الموضوع كان صعب جدا علينا. لكن اللعيبه النهارده انا اتفرجت على فرقه مخصصه كتير جدا وعارف ادائهم وعارف الروح والاصرار اللي عند اللعيبه. كلمت مع اللعيبه طول الفتره اللي فاتت على الشكل اللي احنا بنأدي بيه بعد ما بندخل شوط تاني، الاصرار والروح والرغبه في المكسب ما بتروح بتقل عندنا شويه. لو احنا محتاجين نكسب الماتش ده لازم الاصرار والتركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه تبقى موجوده، والحمد لله لعيبه النهارده كانوا جدعان جدا في الملعب، رجاله شالوا بعض حتى بعد طرد محمود عماد. فيوتشر 4-1 على ايسترن كامباني. كابتن دوماني هنعرض الاهداف دلوقتي وهتكلم كلمتين وبعدين هناخد حالات البييرو. من وجهه نظرك هو افضل عرض لفيوتشر النهارده، هل لضعف المنافس ايسترن ولا زي ما كان الكابتن يوسف بيتكلم ان اصبح في انسجام في فريق فيوتشر؟ الاثنين السببين، يعني رقم واحد فريق بيلعب بشكل جماعي كبير جدا ومعاهم جهاز فني محترم، كابتن علي ماهر طبعا اظهر بصماته. لا لعيب كابتن له اسلوب في الملعب وشكل في الملعب وتكتيك في الملعب، لاعب طريقه لعبه ما بتختلفش، 0-0 زي 1-0 زي 2-0، فريق عنده استحواذ عنده انتشار عنده تحرك بدون كوره، عنده حاجه بتتعمل محفوظه يعني مش مولودة الصدفه، يعني اهداف بتيجي مكرره، اللعب بيجي مكرر. يعني احمد رفعت ده حل كبير جدا من الحلول اللي دايما بيعتمد عليها الكابتن علي ماهر، ودايما اهداف فيوتشر معظمها من عن طريق احمد رفعت. فبأدي بشكل كويس، لكن انا بشكل كبير جدا فرقه بالنسبه لي انا من المفاجاه بالنسبه لي، لان حضرتك فرقه لسه متكونه زي ما اشرت ان هي لعبة جوده عاليه على اعلى جوده. لعبة مميزه، لعبة خبرات، لعبة كفاءات، فبالتالي هم عارفين يا كابتن منهم لعبة كبيره من الاهلي والزمالك، فيمكن انسجموا بسرعه كبيره جدا. صحيح. يمكن الشوط الاول جابوا 3 اهداف فيوتشر، الشوط الثاني 1-1 طبعا. كامباني جابوا جون وبعدين اتعادل لو اعتبرنا ان الشوط الثاني 1-1. احمد رفعت جاب ايه سبب التراجع بعد ما انت متقدم 3-0 في الشوط الاول؟ يعني كابتن هو طبعا في البدايه اول سبب انا شايف ان وجهه نظري هو طبيعه اللاعب المصري، يعني هو تحس ان المباراه انتهت، ركب المباراه خلاص 3 اهداف، واللي كابتن اللي كمان اللي تشوفه ان 3 اهداف من جنب واحد، ودي طبعا دي مشكله ولازم تحتاج جنب الشمال من الناحيه الشمال. ان هدف ورا الثاني وتلت ساعه بالظبط فريق بيلعب، لازم كان في قرايه للملعب ان الجنب ده لازم يتقفل. حته الشوط الثاني كابتن ان الكابتن لما نزل كابتن صلاح عاشور ونزل السعيد ونزل محمد حسن، 3 لعيبه هجوميين كابتن عاليين جدا بالنسبه لنادي ايسترن كومباني. يمكن الكابتن علاء لما غيرهم غيروا شكل الفرقه، ويمكن ده هو السبب الرئيسي في الهدف اللي احرز. ممتاز. طيب عندي 7 حالات بييرو لان الماتش ده فيه 5 اهداف، تعالوا نستعرضهم كده مع بعض. ابدا بقى كابتن دوماني، الحاله الاولى البييرو اللي عندنا، وتقول لي برضو وجهه نظرك في التحركات، ده كان لازم يعمل كذا، ده كان لازم يعدي من ناحيه اليمين كده. اتفضل. دي هجمه في الدقيقة 5، ده الهدف الأولاني يا كابتن. تمام. اتفضل. طبعا اللعب في استحواذ لفيوتشر، ما فيش ضغط من فريق مساحة كبيرة جدا. طبعا في مساحة وفي انتشار كويس وحافظين بعض يا كابتن، بيدوروا الكورة بشكل كويس جدا، واللاعب بيباصي وبيتحرك بدون كورة. لازم يبقى في ضغط هنا يا كابتن بقى في التوقيت ده. شوف بقى الرصه دي كلها. طبعا والتمركز صح يا كابتن، خد بالك الوقفه صح. ولكن يجب ان في يبقى في ضغط على حامل الكوره. 9 لعيبه خلي بالك، 9 لعيبه. انا بقول لحضرتك هم واقفين صح، بس ما فيش ضغط على اللي معاه الكوره، خلاص يبقى كان الشيء لم يكن، يعني يبقى الراجل هيقدر يباص، هيقدر يمرر بشكل كويس يعني. برضه هنا التمركز صح، وفي العدد برضه قليل بتاع فيوتشر في ال 18، يعني العدد الاخضر اكتر منهم. اللي ساعد بقى كابتن الاستقبال الكوره طبعا من عمر كمان. من عمر طبعا لعيب مميز طبعا، يعني هو مركز يا كابتن وعايش على اللعبه الثانيه بالظبط، ودي مهمه جدا ان هو استقبل الكوره وخد قرار الشوط وراح طبعا
في مكان كويس جدا يعني. ممتاز. اتفضل يا كابتن يوسف. ده طبعا الهدف الثاني يا كابتن، احنا تشوف احمد رفعت طبيعي يا كابتن ان هو بيطلع لبره بكتير قوي. الفكره هنا كابتن في عمليه استخلاص الكره، دي هجمه مش الهدف. دي في الدقيقه 8 لسه برضه. هنا الانتشار شكله ايه من وجهه نظرك بتاع استرن؟ استرن انا كابتن طبعا موقف 2 على 2 ده دايما بيبقى في صالح المهاجمين. هنا الموقف هنا غلط. المفروض اللاعب المساك ده شايف ان في 3 على 1 وهو جاي هنا على عرضه قريبه رقم 6 اللي راجع ده. لا المفروض يكون جوه شويه، والديفندر ناس باصص على الكوره كابتن رقم 26 طبيعي ان حتى لو نزلت لبره تدخل جون. فهنا الموقف هنا نفسه يعني دايما عدد المهاجمين لما بيكون متساوي مع عدد المدافعين بيكون هو اكتر يا كابتن. الهدف الثاني ده يا كابتن دومار برضه كابتن من جبهه الشمال برضه، خد بال حضرتك برضه زي ما يوسف اشار ان كان يجب بيبقى يقفل الجبهه دي تماما يعني ويعمل زياده عدديه. طب ما في 2 خضرة اهو، يبقى في تغطيه كمان يا كابتن من التالت. ما هو 2 خضرة كابتن ما فيش ضغط. لازم المفروض يبقى في ضغط على حامل الكوره، ما يهمنيش العدد قد ما يهمني ان انا اضغط على الكوره ان انا احرمه من الباص او التمرير. ده هتعمل بشكل كويس وتحرك بدون كوره. في بقى خضار حضرتك بقى اخضر على واحد احمر، مفيش مراقبه. الاهم من ده كله يا كابتن لابد ان الديفندر يكون واقف على ال 18 يمنع الكوره دي، لازم يكون في ديفندر يا كابتن هنا وده فاضي خالص. العدد الكتير لابد واحد من الاخضر دول يجي هنا على ال 18 يمنع التسديد، لكن العدد كتير وبيبص للكوره، بيبص على الكوره. ده الهدف الثالث يا كابتن يوسف. برضه كلهم على خط واحد واقفين صح. شوف كابتن احمد رفعت اتفضل. اللي عاجبني هنا هو كابتن احمد رفعت وجونسون، لو رجعت الكره لما احمد رفعت بيستلم من جوه جوزيف بيستلم من بره جوزيف يدخل لجوه. عمليه التفاهم والتبادل يا كابتن. والجون الثاني نفس الشكل ونفس الثالث برضه، هتلاقي زياده عدديه من الاخضر يا كابتن وبدون استخلاص للكره. هو مراقبه بس يعني هنا هو دخل لجوه. اول ما لقى احمد رفعت استلم بره كابتن جوزيف. اصلا الباك ليفت الطبيعي ان هو اللي هو بيستلم من بره. دخل لجوه وعمل التحرك، وطبعا في السرعه في صفه هو. شوف المساحه الحمراء دي كلها فاضيه، مساحه كبيره كابتن قوي. وانا شايف جوزيف يا كابتن ممكن يعني من الفتره اللي جايه دي لو فضل ماشي بالشكل ده هيبقى باك عصري النادي فيوتشر. لسبب يا كابتن، شوف بص يا كابتن عمل الكروس منين. الطبيعي معظم الباكات ليفت يا كابتن يقول لك اوصل للاخر واوصل لغايه الكورنر واعملها. الراجل شاف ان هو سبق خط الظهر حطها لزميله، ومع ذلك كابتن كان ممكن يحصل اخطاء كمان من المدافعين. ده طبعا ضربه مرمى اتلعبت طبعا سريعه. ده هنا طبعا الباك ليفت طبعا مش مغطي كويس، لابد انه كان يبقى تحت. بص الراجل اللي هناك يا كابتن دوماني فاضي. ده الباك رايت، لكن بدايتها كابتن الباك ليفت مش مغطي كويس، فادى مساحه للراجل ان هو يستلم، والراجل عنده رؤيه طبعا ما اطمعش في الكوره دي طبعا فرصه. ولكن هم عندهم لعب جماعه كابتن حافظين بعض، اول ما حد بيمسك كوره بيبص الناحيه الثانيه على طول وبيكملهم، فعندهم عدد في الصندوق. ده طبعا استحواذ للكوره كابتن. ده هدف دي الغلطه طبعا اللي هي تحسب على جنش. يمكن هو المفروض الطبيعي هنا هو بيعمل باص للديفندر. هو هنا بيقول لك ممكن يلعبها طويله. وهي كانت افضل يا كابتن. صح، هو كده هو حاول يعملها للعربي، فالباص طبعا طلع غلط، وصل راح لصلاح عاشور. صلاح دغى الراوغ اهوت حطها لمحمد حسن. ومحمد فاضي خالص. محمد لعيب كويس، كان بيلعب في الاتحاد من 4 سنين. طبعا حطها كويس قوي يعني. طبعا هو خطا من الجنش وارد بالظبط، احرزه منه هدف ممتاز. ده طبعا ثرو باص في العمق، وده طبعا ده الهدف الرابع. طبعا يعني ما اعتقد فرقه في الدوري الممتاز يعني صعب ان هي يبقى في من العمق كده تمرير كده، يبقى المفروض يبقى في هنا مان تو مان وفي تغطيه. بيقولوا بيقول لك كان ممكن يحطها لوب من هنا. هو كان وارد جدا، لكن هي وقفت تحت رجله شويه كابتن، وفكر التفكير ده لكن وقفت تحت رجله. فطبعا لعب على المضمون، فمشي بالكوره والراجل انفرد حط رجله في ظهره وحطها بشماله. طبعا الميزه في ان هو تابع بعد الكوره كابتن، ما فقد الكوره وجول الحارس صدها، ما يأس او وقف مكانه. ايوه عمل متابعه وراح جاب الكوره وعارف ان زميله بيتحرك هنا. فاحمد رفعت جاي برده بمنتهى القوه منتهى الدقه احرز الهدف الرابع. كويس قوي قوي قوي. واحمد رفعت يستحق فرصه بالتالي في المنتخب طبعا. حقيقه كابتن وكمان الفتره اللي جايه ممكن محمد عبد المنعم كابتن، ومحمد عبد المنعم لعيب كويس قوي، ويحسب للكابتن حضرتك كابتن قلت كلمه مهمه جدا، الكابتن علي ماهر من الواضح ان هو كان مرتب تكوين الفريق، لان هو عامل تكوين فريق كانهم بيلعبوا بقالهم فتره كبيره قوي. ممتاز، وعارف امكانياتهم طبعا. طيب عندنا لقاءين بعد المباراه. الحمد لله، اهم حاجه ان احنا كسبنا دي اهم حاجه،
كانت اكتر حاجه مركزين فيها النهارده ان احنا نكسب. يعني انت شفت الماتشين اللي فاتوا كان في ماتش تعادل وماتش خساره وكنا الافضل بس ما كناش بنجيب جون، يعني بنوصل كتير جدا لكن الاجوان كانت اقل شويه خصوصا في ماتش المصري الاخير جبنا جون واحد بس. النهارده جبنا 4 اجوان ومن طريقه لاعبنا كنا مركزين قوي ان احنا نحط الكره جوه الجون ودي كانت اهم حاجه عشان نوسع الفرق بيننا وبين الفرقه في الماتش. الحمد لله قدرنا نعمل كده في الشوط الاول والشوط الثاني جبنا جون الحمد لله، نتيجه كويسه واداء كويس ومبروك للفرقه الحمد لله. يعني المكسب مهم في وقت بعد توقف زي ما انت قلت، اشتغلنا على الحاجات اللي احنا فزناها النهارده. وانا قلت قبل كده والكابتن علي قال قبل كده الفرقه دي معموله في شهر شهر ونص، اللي جاي احسن ان شاء الله. طول ما الانسجام بيجي وبينفذوا تعليمات وبيتمرنوا تمارين اكتر فده واضح النهارده بالذات خاصه في عدد الاجوان. خلي بالك احنا الثلاث مباريات اللي فاتوا احنا اكتر فرقه واصله للفرص، بس امتى نترجم الفرص؟ اشتغلنا على ده في التمرين وفي الماتشات الوديه وده نتاج اللي احنا اشتغلناه واللي جاي احسن ان شاء الله. يعني سيراميكا والبنك الاهلي قبل المباراه انا قلت يعني هي مباراه طحن بين اتنين يعني قريبين من بعض، شفت المباراه ازاي؟ هو طبعا كابتن زي حضرتك بتقول يمكن الفتره اللي فاتت دي واضح ان الفرقتين متشابهين قوي في حاجات كتيره، اهمها طبعا الاستقرار الفني من السنه اللي فاتت سواء الكابتن هيثم او الكابتن خالد جلال. يمكن الكابتن خالد بدا مع البنك الاهلي بشكل كويس قوي يا كابتن، اظهر قدرات لاعبته واظهر امكانيات لاعبته خاصه ان هو يضم مجموعه لعيبه كويسين. يعني كأهمها طبعا كان مباراه النادي الاهلي، الكابتن خالد من المديرين الفنيين كابتن ان هو بيتعامل مع كل فرقه مع كل مباراه على حده وبتشكيل مختلف كمان، لكن حاله الفوقان للعيبه اللي هي موجوده عنده. يعني يمكن الكابتن هيثم المباراه الاخيره طبعا التعادل مع سيراميكا كان مهم جدا ان هو يخرج كسبان مباراه النهارده. العناصر اللي موجوده الهجوميه هنا والهجوميه هنا كابتن بتتيح لاي مدير فني ان هو يقدر يكسب، يعني عشان كده هم من يعني من الفرق اللي هي بتحرز اهداف. شول اعتقد المباراه كانت متناسقه كابتن واعتقد ان هي دي كانت النتيجه الطبيعيه ان هي يعني هي كان المكسب 1-0 هو ده كان الطبيعي في مباراه كبيره زي فريقين كبار زي ده. انا بتفق معاك تماما فيما يتعلق وانت كنت فرد يا كابتن دوماني شادي حسين والنهارده ضيع جول بالرغم ان هو عمل فرصه بنفسه وهتشوفها في الهايلايتس دلوقتي، يعني رايك في هذا اللاعب تحديدا مميزاته؟ ده كابتن ده مهاجم من طراز فريد، ده الهداف التاريخي بتاع سيراميكا كليوباترا. لاعب بيجيد اللعب بقدمه اليمين والشمال، عنده سرعه عنده قوه بيلعب براسه كويس جدا عنده مهاره، لاعب كمان كابتن عنده رؤيه وعنده انكار ذات، يعني راجل كمان عنده موهبه كبيره جدا. في صعب جدا تلاقي مهاجم حريف زي ما بقوله كده يعني. انا شايف ان هو بيمتلك ميزات كبيره جدا جدا ومفتاح لعب بشكل كبير جدا، يعني يمكن حتى ما بيلعبش في مكانه فله تاثيره يعني. حتى ما بيلعبش اللي هو الترود اللي هو عامله عمق هجومي نظرا طبعا لباسم موجود في الفتره دي، فالراجل المدير الفني الكابتن هيثم بيستغل الاثنين يبقى عنده اثنين بالمقاومات دي ما يقدرش يقعد واحد فيهم، فبالتالي لاعب مميز لاعب لاعب كبير قوي لاعب عنده رؤيه لاعب واثق في نفسه يا كابتن. يعني طبعا ده خطا قلب دفاع يعني خطا يعني خطا غير مقصود بس استغله محمد ابراهيم لاعب تاني ممكن يضيع الفرصه ممكن يتخض ممكن يتعامل مع لعبه عشوائيه فبالتالي ده بقى الفرق بين لاعب ولاعب ان هو يستغل انصاف الفرص ويقدر يخلص مباراه بثلاثة بونت. طيب وانت برضو كنت فرو ده كابتن يوسف يعني انت كراس حربه لما تجد جنبك راس حربه تاني يعني باسم النهارده موجود بالظبط باسم وشادي اوريدي مفترض ان هو زي ما قال كابتن دوماني راس حربه المساله دي بتعمل فيك ايه لو في راس حربه تاني جنبك؟ يعني هو كابتن هي طبعا الطبيعي ان هي بتقويني يعني ان احنا بنبقى اثنين غير لما نلعب واحد، بس يمكن انا شادي حسين كابتن السنه اللي فاتت لو حضرتك تابعت كتير معظم الوقت لما كان بيلعب هاف ليفت في وجود احمد ياسر ريان وكان شريف دابو ناحيه اليمين ومحمد ابراهيم وتحت منهم صالح جمعه بالظبط. فانا لما حتى لو الكابتن هيثم بيفكر ان هو يلعبه عشان باسم موجود وهو محتاج لعيب زي ده انا كنت شايف برضو ان هو اداؤه السنه اللي فاتت من ناحيه الليفت بتبقى افضل من ناحيه الرايت. اداؤه ناحيه الليفت افضل كان السنه اللي فاتت حتى معظم اهدافه كابتن بتاع السنه اللي فاتت تلاقيها من ناحيه الشمال. نعم شادي كمان في ميزه كابتن ان هو بدنيا عالي قوي قوي سريع وحته النواحي الدفاعيه كمان بالنسبه له بتبقى عاليه. نعم. محمد ابراهيم كابتن انا شايف كمان ان هو ماشي بالفتره الاخيره دي من احسن المواسم ليه سواء السنه اللي فاتت او السنه دي ماشي بمعدل ثابت وده شيء يحسب للكابتن هيثم استرجاعه وكان برده نفس الشكل صالح جمعه قبل الاصابه كان ماشي بشكل كويس قوي معاه. يمكن كابتن دوماني الفرقتين اللي قدامك دول سبحان الله صعبت عليها الفرصه اللي اتحكت عليها اهي الفرصه اهي شفت ازاي اتعامل معاها بشكل نموذجي في الاول في الاول لكن ضمنها شويه ضمنها يعني حس ان هو
ضمان اكتر من لازم، لكن بيحس ان عنده موهبه وراجل شايف. يعني شوف اخذ الكره ازاي، هو ضمانها كابتن اكتر من لازم، لكن شوف حضرتك بقى الترقيصه مع طح. مع الباص طبعا، عارف الجون ما قبله زي. عنده احساس بالمكان واحساس ان الحارس طلع له في التوقيت ده، لكن كان يجب عليه ان هو طبعا ياكد الهدف. بالظبط، هو يعني وحطها زي ما خارجي حطها بالخارجي، حطها بالخارجي، هربت منه يعني. خلينا اقول بس معلومه كده للساده المشاهدين، ان الفريقين اللي قدامهم دول اقوى خط دفاع في الدوري حتى الان مع بيراميدز، ما دخلش في مرمى كل منهم الا هدفين. وده يفسر يا كابتن يوسف ان هم بيلعبوا الكوتشات بشكل دفاعي قوي واعتماد على هجمات مرتده. تنظيم دفاعي كابتن، تنظيم دفاعي قوي جدا واعتماد على هجمات مرتده، وعندهم مجموعه لعيبه كابتن تقدر تنفذ الموضوع ده. ما هو في مدير فني يقدر يلعب بهجمه مرتده زي ما قلنا مثلا النهارده، بس في لعيب واحد بيكمل، انما هو يملك شادي حسين لعيب قوي وسريع، باسم مرسي محطه، محمد ابراهيم. ففي الوقت اللي انا بدافع فيه انا عندي ناس بتقف لي على الكوره وبتقدر تنقل لي الهجمه. ونفس الشكل الناحيه الثانيه طبعا محمود بسيولي وموجود موسى ديودارو وفادي فريد، فادي فريد كمان بتحتاجوا ساعات تحت رقم 10 واحيانا رقم 9. فهم مجموعه اللعيبه دي هي اللي بتخلي المدير الفني يقدر يدافع كويس ويقدر يحرز. بس معلش يا كابتن مدحت، في حاجه، هم من الفرقتين اللي بيلعبوا لعب مفتوح، فاستحواذهم هو اللي بيقلل الخطوره عليهم، مش ان هو بيدافع فبيخش في جول، بيعرفوا يمسكوا الكوره، عشان كده بيقلل الخطوره عليهم. طيب عندي حالة واحدة، حالة الهدف بيرو، هتشوفها كده وتقولها لي يا كابتن دوماني، ونقول طبعا هو اللي اخطأ في الكرة دي طبعا لاعب احمد احمد ياسين اللي هو مختار في المنتخب الوطني. ارلك يعني وارد يا كابتن، وارد طبعا. طبعا محمد ابراهيم كالعادة من اللاعب المميز اللي عنده كنترول على الكورة، جاي من نص الملعب، في تحرك حصل من باسم كابتن، حضرتك رجعت الصورة تاني هتلاقي باسم راح شمال ففض للاعب اللي جاي، فبالتالي حصل هنا لعب 1 2 مع الراجل. طبعا اللاعب هرجع لك بالصوره، احمد طبعا اخفق وده وارد بيحصل، ما تقللش منه تماما يعني، اي حد بيغلط. لو جبناه انا رجعت لك اهو. ده طبعا ميزه محمد ابراهيم، يعني بيبقى عنده كنترول مسافات طويله، هو بيمشي يا كابتن مع الكوره بسرعه جدا، وبيقعد يبص عنده رؤيه بطول الملعب بعرض الملعب، بحيث بيحصل في تحرك من باسم بياخد اللاعب هناك، بيفضي المساحه اللي في العمق اللي هو عمل فيها ال 1 2 دي. تمام، يعني ده تحرك بيتمرنوا عليه. حصل طبيعي التكتلات دي بيبقى 1 2 يضرب التكتل ده. احمد طبعا واقف متمركز صح، ولكنه طبعا اخطا في تشتيت الكوره. مش عايزين طبعا نقصوا عليه طبعا، لا اطلاقا، الشاب وده بيحصل طبعا جداً. هنا بقى محمد ابراهيم استغل الكوره، فيه هدوء جدا يا كابتن، وعدل جسمه وحط بطن رجله، ده يحسب له ان هو كان عنده هدوء في لعيب كوره طبعا، لعيب كوره عالي جدا. طيب نروح للقائين بعد هذه المباراه. لا الحمد لله، طبعا الحمد لله، ثلاث نقط غاليين، الواحد يعني كلل، الواحد ربنا كلل مجهوده بالثلاث نقط الحمد لله. احنا درسنا فريق البنك كويس قوي، هو بادئ السيزون بدايه كويسه قوي، وكان اعلى منا في الترتيب بفرق نقطه، عارفين ان هو هينزل الماتش متحمس، ان هو ما خليناش نعديه في الترتيب، احنا درسناه كويس قوي، عارفين نقط قوته ونقط ضعفه، اشتغلنا وحاولنا نقفل على قد ما نقدر، وظهر ده في المباراه. اللعيبه كلها كانت رجاله لاخر لحظه، متماسكين بطريقه اللعب لاخر ثانيه في المباراه، عشان كده ربنا كرمنا بالمكسب، عشان احنا تعبنا ونستاهل. مفيش مباراه سهله خالص في الدوري المصري الحمد لله، السنه دي الدوري يعني قوي جدا جدا، الفرق كلها في تنافسيه عاليه جدا، في تدعيم لكل الفرق، تحديدا فرقه البنك الاهلي مقدمه موسم من اروع المواسم الحقيقه خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا، عندهم تدعيمات قويه، عندهم مدير فني محترم كابتن خالد، عندهم مجلس اداره يعني ما شاء الله عليهم، يعني ناس محترمه جدا كلهم، كابتن كريم حسن شحاته كان اضافه قويه جدا ليهم خلال الفتره الاخيره في الموسم الماضي، لكن هي بالفعل هي مباراه صعبه علينا ومباراه كانت صعبه عليهم، كان فيها فعلا شغل كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت، بهني لعيبتي وبهني الاداره وبهني الجهاز الفني كابتن حسن، الحقيقه كان يعني فعلا ادار المباراه بحنكه كبيره جدا، كان عارف هو عايز يعمل ايه في المباراه، كان عارف مقسم المباراه ازاي، التغييرات ساعدته، يعني هو كان راسم الحقيقه السيناريوهات دي، انا كنت يعني انا موجود في المعسكر وبحضر كل المحاضرات. طيب انت ابن الاتحاد والنهارده شفنا جون حلو قوي هتشوفه بيرو دلوقتي، خالد الغندور، وتقول لنا رايك في الجون. اتفضل. هو طبعا كابتن يعني خليني اقول لك كابتن ان خالد بقاله فتره كبيره قوي ماشي بشكل كويس، يعني هو احد كباتن فرقه نادي الاتحاد السكندري،
يمكن خالد انا كابتن كنت ماسكه في الفريق الاول لما حضرتك جبت الجون اللي هو الجون اللي هو سنه 2017 في امبي. خالد في ميزه كابتن ان هو من اللعيبه الخفيفه اللي هو السريعه وخفيف الحركه كمان الداير عليه وهو بيتحرك على 18 في اي حاجه توقعها منه كابتن. هو 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 متابع الكره. هشام صلاح لعبها لكريم الديب في البدايه كريم رجعها له تاني كابتن. ايوه شوف شوف خالد يا كابتن هيتحرك منين كل ده على مشط رجليه. هي خفه الحركه دي اللي ساعدته كمان في الجون يعني. هو اللي عليه الدايره واخد القرار. طبعا رقم 10 واخد القرار وحاططها في البعيده. ده كمان يا كابتن احساس بالمكان طبعاً. احساس بالمكان مهم جدا ان هو عارف هو واقف فين وعارف هيحطها فين. تحفه. ويستحق برده يا كابتن نظره من يعني هو استاذ سالم بصراحه المنتج. انا شايف ان هم ليه المفروض يكون ليهم دور الفتره اللي هو عموما متوقع من كروش ممكن يعني حيله على ناس كتير. ممتاز. طبعا معادنا بقى مع المعلومات العظيمة والثقافة العالية جدا من الكباتن الكبار ولكن بعد الفاصل. نبدأ المسابقة بتاعتنا النهاردة وخلال الفاصل فهمت الكباتن كل قواعد اللعبة. إذا مباشرة إلى السؤال الأول. كم يبلغ ارتفاع عارضة كرة القدم عن الأرض؟ تفضل. 2 متر و44 سم. 2 متر و44 سم؟ برافو عليك. طبعا ملعبك بقى. أنت كنت بتحطها في الـ 2 متر 43. تحتيها بسنتي. حبيبي يا كابتن. وأنت كنت بتحطها فوق العارضة بقى. هو دماغي يا كابتن. لا هو ده ما شاء الله كان فرود عظيم. طيب ده أول سؤال اللي بعده. للخطيب وهيشوط يا سلام برافو محمود الخطيب جول الجول الاولاني للنادي الاهلي من اجمل الاهداف الحقيقه. السؤال كم عدد اهداف محمود الخطيب على المستوى المحلي دوري يا كابتن المحلي اتفضل 109 109 برافو عليك. طبعا انت هداف يا سيدي. انت جبت كم هدف في حياتك؟ انا جبت حوالي 48 هدف. 48 ما شاء الله. انا بطل 27 سنه يعني. انت بطلت بدري عارف عشان الحمد لله يعني. الحمد لله انت كنت فرود جامد جدا جدا يعني. السؤال اللي بعده 1-1. ما هو الفيتامين المسؤول عن تقويه النظر؟ الفيتامين المسؤول عن تقويه النظر. لو مش عارفين ادي اختيارات. اختيارات. هل هو فيتامين A، فيتامين B، فيتامين C؟ اللي عارف بسرعه يدوس. A B C. اتفضل. B يا كابتن. B. ده مش مظبوط. يتبقى فيتامين A وفيتامين C. لو جاوبت صح تاخد نقطة، لو جاوبت غلط اسحب النقطة اللي عندك وتبقى زيرو. فاضل لك A و C. ايه ايه برافو عليك. هي يا كورونا يا كورونا. انا قلت يا كابتن والله انا عارف انت هتديله اختيارات فقلت هيغلط يتخصم منه نقطه. شفت بقى كسب كسب. بقينا 1-2. اللي بعد. من هو اول فريق فاز بدوري ابطال اوروبا؟ اتفضل. الريال. ريال مدريد. طب فاكر كان الماتش ده فين في النهائي دوري ابطال اوروبا؟ لا انا كان في كان في فرنسا وكسب استاد ريمس في فرنسا وده كان 1955 حاجه و60 ده لما الاتحاد الاوروبي بدا يحط جوائز للبطوله. لكن كانت الاول كانت وديه بالظبط كده بالظبط تمام وخلص الماتش 4-3 لريال مدريد. بقينا كده 2-2. اللي بعد. حد فيكو عنده قطط او كلاب؟ ما عندكش قطه؟ لا يا كابتن. ولا كلب؟ سؤال صعب دي. يعني بسبس او هلب. طيب السؤال هنا كم عدد اسنان القطه او القط؟ اي حاجه يعني قطه او قط.
عدد الاسئله، لو مش عارفين ادي اختيارات. ها حد عارف؟ حدش عارف. طيب هل طب احنا عندنا البني ادم كم سنه؟ كم و 30 مش 32 يا جماعه تقريبا؟ ينفع استعين بصديقك؟ تقلي كده. انا بنتي بنتي دكتوره اسنان والله، لسه في سنه اولى السنه دي. بس مالهاش دعوه بالقطط. لا يعني على الاقل كنت سالتها. ربنا يخليها لك يا رب. طيب هل عدد اسنان القطط 6 اسنان 7 اسنان 8 اسنان 6 7 8؟ اي واحد يدوس، اي واحد يدوس. هو الاول يقول. لا براحتك دوس كابتن. الاختيار ده ما فيهوش حاجه. لا لا الاختيار ما فيهوش حاجه. مش هتخصم مني حاجه. الاختيار عنده فرصه قبل. أيوة منك. لا ما مدى ما هو داس خلاص. ما انا عملت كده. 6 7 8. خلينا في خير. تخيل تخيل المنظر. انا كابتن اه والله. تخيل شوف حتى الحجم كمان. اه اول حجم 6 6 7 8 القطه. اه يبقى 6 كابتن. 6. طيب ده مش مظبوط كابتن التشاؤم. يتبقى 7 و8. عندك روح المغامره قول خير الامور الوسط. جاوبت تاخد نقطه، ما جاوبتش اشيل من عندك نقطه. فاضل لك 7 و8. اتفضل دوس. اغلط اتفضل. اغلط 7 7. اه يتخصم منه نقطة. ايوه كده صح كده. هم 8 اسنان. بقينا كده بقى 2 و2 3 3 3 3. اللي بعده هي النتيجة كانت 2-2 واتخصم منك نقطة، بقت 2-1 صح كده؟ هنا طبعا كانت بتغني سكر حلوة الدنيا سكر. السؤال هنا من هو صاحب تسمية مرض السكر؟ أنا عارف مش هتعرف ولا نعرف لولا أن أنا شفته وكتبته. هديكوا 3 اختيارات أوكي؟ تمام توكلنا على الله. هل هو أريتيايوس ولا سوكالوس ولا باكيزايوس؟ 1 أريتيايوس، انت تقول لي 1 أو 2 أو 3. أريتيايوس، سوكالوس، باكيزالوس. ليوس هو داس قبل. لو داس قبليك بثانيه هينور. انت مش هتنور. الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ اقولهم لك بسرعه. هي صعبه. أريتيايوس، سوكالوس، باكيزايوس. خليني اخد رقم 1. رقم 1 اللي هو أريتيايوس. أريتيايوس. برافو عليك. طبعا دي بتيجي بظروفها. طبعا بظروفها. صدقني يا كابتن ال 200 جنيه هتتشال والله. عشان كده انا بص انا دي صافيه. انا مسامحك. الاغريقي أريتيايوس هو صاحب تسميه مرض السكر وهو اغريقي. بقينا 3-1. اللي بعد. يا سلام على الطرب. يا سلام على الطرب. يا نيل انا واللي احبه نشبهك في صفاك. ايه الجمال ده؟ والله الواحد عندي كلام كتير. طيب السؤال من اين ينبع نهر النيل؟ يا سلام. انا عارف دي بقى. عارفها. جغرافيا انا بقى. انت تخصص جغرافيا. طيب اوغندا. اوغندا. برافو عليك برافو عليك. ينبع من اوغندا بعديه اثيوبيا. لكن اثيوبيا المشكله معاها هتتحل ان شاء الله. هتتحل هتتحل. اجلنا واجلنا اتحل لازم. بقينا 3-2. اللي بعده دي لقطات من احدى المدن الاسترالية. السؤال ما هي عاصمة استراليا؟ ما هي عاصمة استراليا؟ يا سلام اتفضل. هو في اتنين. لو ايه هما الاتنين؟ طيب سيدني وملبورن. سيدني وملبورن. يعني انا طب اختار واحدة. لو هما الاتنين انا ما اعرفش صح ولا غلط. اختار اتفضل. تدوست سيدني بقى. سيدني ده مش مظبوط. هدي لك 3 اختيارات مش اختيارين لان هو قال غلط. ماشي لو جاوبت صح هتاخد نقطة، جاوبت غلط هسحب من حضرتك نقطة. ولا اديك اختيارين بس وما تسحبش؟ ها لا لازم اسحب. ثلاثة كابتن. لا هم 3 صح. هم 3. هم 3 يا كابتن. المعلومة دي عندك بقى وافضل انا كده مش هغامر. لا لا انت ما تغامرش. مش عايز تغامر. على فكرة هل هي كامبرا ولا بينوتي ولا تورنتو؟ تاني كامبرا بينوتو بينوتي تورنتو. لا صعب. الاولى كامبرا، الثانية بينوتي، الثالثة تورنتو. طب اقول انا؟ رغم ان لو هو ما عرفش هرجع له. لو ما دوستش هرجع له تاني.
تاني يا كابتن، اصل انا كنت هقول سيدنا كابتن، انا رحت سيدنا اصلي. طب امال ايه كنت كامبيرا كنت معانا بينوتي تورنتو، لو هتجاوب دوس، ما كانش هروح له. ها خليني في رقم 2. دوس كامبيرا بينوتي تورنتو. بينوتي ده مش مظبوط. يتبقى كامبيرا وتورنتو. لو جاوبت صح هتاخد نقطة، جاوبت غلط هسحب منك نقطة. رقم 1 فاضل لك كامبيرا وتورنتو. كامبيرا برافو عليك. بقينا كده 3-3. تمام كده ال 200 جنيه اللي جايه 100 ومالك تتصرف. اللي جايه اغنيه هيبقى في سكته لكلمه، اللي يعرفها اثناء الاغنيه يحجز. تمام واضح؟ يلا يا احمد عبد الظاهر. الدنيا غنوه. طيب هي بتقول الدنيا غنوه، نغمتها حلوه، احنا اللي نطير ونغنيها، والدنيا دي كلمه من غير ولا كلمه، احنا اللي نكمل بعضيها. بعضيها. لو الشاعر كان عرف ان انت هتقول كده ما كانش كامل منك. بعديها لا مش مظبوط. هنا الدنيا غنوه نغمتها حلوه، احنا اللي نطير ونغني، والدنيا دي كلمه من غير ولا كلمه، احنا اللي نكمل. اختيارات يا كابتن. 3 اختيارات. جاوبت صح هتاخد نقطة، جاوبت غلط هسحب من الثلاثة هيبقوا 2 تقريبا زي كده بس بالالف. بالالف تقريبا. والدنيا دي كلمة من غير ولا كلمة، احنا اللي نكمل، اساميها معانيها حكاويها. اساميها معانيها حكاويها. ده معانيها. لا ده عنده هو. السؤال كان ممكن صح او غلط. عند حضرتك. أنا غلط. اساميها معانيها حكاويها. أنا غلط. دوس. اتفضل. معانيها. برافو عليك. انا يا كابتن قلت له يا كابتن ما انت اللي بصيتها. انت اللي بصيت. انا والله حسبتها لغه عربيه يا كابتن. حكاوي هنحكي ايه بقى. هو الدوماني اللي نور، بس انا كان سؤالي هنا هو عشان هو جاوب. بس انت جاوبت مره، انت جاوبت غلط. انت جاوبت غلط. طب روح رضيه بقى نص ونص. 4. لا مفيش رصاص عندنا. مين اتكتب عليها كده بقينا 4-3. ده اخر سؤال، يا تتعادل يا نقول له مبروك. في قوة الملاحظة هنشوف مشهد ركزوا فيه جدا 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 وعليه سؤال. يلا يا سيدي. ده كان الماتش الودي بين مصر والبرتغال لو تتذكروا، وحارس مرمى البرتغال أنطوني بيتي كان رقم التيشيرت بتاعه كام؟ ده عايز يدوس يدوس. اتفضل. انت بتدوس وتفكر؟ لا كابتن. انا بعمل مغامره. اتفضل. عشان هو اللي هو بعد كده. اثنين. رقم 2 ده مش مظبوط. يتبقى عند حضرتك هذا الاختيار الاخير، رقم كام؟ يتعادل يخسر. يتعادل يخسر. اختيارات. هل القواعد تقول ان احنا نديله اختيارات يا جماعه؟ ده اخر سؤال يا كابتن. نديله اختيارات. كابتن مصر داخل هو سؤال. الحكم قال طب لو انا قلت بلاش بتعادل. انت دلوقتي كام؟ لا 4-3. لا ده 4-3. 4-3. انت ما عندكش فرصه، انت لازم تعمل هجمه سريعه. تمام. بكل لعيبتك. تمام كده. هل هو رقم 22 24 26؟ أيوة. انا شفت الاثنين غلط. 22 24 26. دوس. اتفضل. 22. برافو عليك يا كابتن. يا كابتن. يبقى السؤال الفاصل، وانا كررته كتير للي بيتفرج، كلنا عارفين نجيب الريحاني صح كده؟ كام فيلم مثله نجيب الريحاني؟ هدي اختيارات. ماشي. 6 افلام، 8 افلام، 10 افلام. اتفضل. 8 يا كابتن. 8. ده مش مظبوط. يتبقى 6 و10. خلي بالك لازم تجاوب، لو جاوبت صح تكسب، لو جاوبت غلط نشيل منك نقطة وهو اللي يكسب. أنا متفرج على الحلقة. 6 و10. والله كابتن أنا متفرج على الحلقة. ها؟ 6. 6. غلط. برافو. أنا متفرج. والله كابتن متفرج على الحلقة. أنت اتفرجت على الحلقة. أنا بكرر أسئلة عشان أحفظ الناس. عشان أحفظ الناس. رزقك يا دومين. عاوزها. هو عمري منتدى جامدة جدا بصراحة يعني. طيب يبقى هنا فاز كابتن عبد اللطيف الدوماني على
كابتن يوسف مش هتتصرف كده كابتن كفايه كده 4-3 يا جماعه كابتن 5-4 5-4 هنا مدحت شلبي 18-11 20-21 ميلاديا هلاقيها عند بتاع الكشري اللي على الناصيه؟ لا تعال نغلي بقى في المحل ده ان شاء الله. شكرا يا كابتن. مبروك يا ابو كباك. كابتن نوماني شرفت ونورت. شرف لي يا كابتن اني كنت مع حضرتك كابتن وطبعا يوسف حبيبي كان وحشني جدا. ربنا يخليك كابتن يوسف شرفت ونورت. شكرا يا كابتن. اشكرك شكرا جزيلا. نلتقي مع حضراتكم بمشيئه الرحمن الثلاثاء القادم اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.